الخميس في الأوقات التالية على SSC1 وSSC5 يسبقها الاستوديو التحليلي. الاتحاد السعودي رائعة، شو هذا؟ في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الكرة ملعوبة بشكل رائع جدا ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023 غدا في هذه الأوقات على SSC1 وSSC5. كرة القدم في السعودية هي أكثر من مجرد لعبة، إنها شغف، إحساس بالترقب، الحماس، السعادة. التشعر بكل هذا وأكثر. حياك بالسعودية، الوجهة الأكثر حماس، مبهرة، أصالة والمغامرة. عيش روح السعودية. شكرا للزميل عبد العزيز البكر. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم عبر قنوات SSC، طابت اوقاتكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كاس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم 2023-2024 ميلادي يقدم لكم هذه المواجهه الناريه، ديربي العاصمه من نار بين الشباب والنصر في الدور ربع النهائي على استاد نادي الشباب. دخول النجوم الكروية في ضربة بداية عالمية. النصر العالمي صاحب 6 كؤوس في الخزينة لم يتوج بها منذ 33 عام، والشباب الذي يملك 3 كؤوس آخرها عام 2014 ميلادي، أي منذ 9 سنوات. مع التأكيد وأن النصر في الترتيب العام للدوري روشن يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة على بعد 7 نقاط من المتصدر عن جدارة نادي الهلال. نستمع للنشيد الوطني السعودي. سيداتي والسادة، نأمل الوقوف في حال القدرة للسلام الملك السعودي. في الميدان اليوم 6 للنصر و3 للشباب، وأجواء عالمية في المدرجات. رونالدو يقود كتيبة النصر، والرومان السايس المغربي قلب الدفاع، وأجواء كرنفالية سعودية وليست أمريكية جنوبية في استاد نادي الشباب. سنمرنا استعراض تشكيلتين الفريقين. البداية بالفريق النصراوي، حراسة المرمى نواف العقيدي، يمين الدفاع سلطان الغنام، على اليسار ايمن يحيى، ثنائي محور الدفاع ايمنيك لابورت وعلي لجامي، في الارتكاز سيكو فوفانا، مارتشيلو بروزوفيتش، امامهم عبد الرحمن غريب، اوتافيو، ساديو ماني، والكابتن كريستيانو رونالدو. اجواء ناريه، كرنفال بكل ما في الكلمه من معنى في مدرجات استاد نادي الشباب. المدرب لويس كاسترو. التشكيلة الشبابية، إيغور بيشكين يختار التشكيلة التالية. قبل ذلك هذه التحية بين المغربي رومان السايس وكريستيانو رونالدو بحضور
بينهما طاقم التحكيم الذي يتقدمهم إيفان بارتون السلفادوري، هذا الحكم الصغير أتحدث عن 32 سنة ليس إلا، لكنه حضر في مونديال الدوحة الماضي وأدار مباراتين كبيرتين ألمانيا واليابان وإنجلترا والسنغال. لكن النصر الفريق الضيف، دعونا نبدأ بالضيف لأنه عادة المضيف يقدم الضيف، نواف العقيدي، سلطان الغنام، لابورت الإسباني، لاجامي، أيمن يحيى اليوم مكان جاليس في الجهة اليسرى، بينما عبد الرحمن غريب يعوض الذي لا يعوض تاليسكا، أوتافيو كانت بعض الشكوك ولكنه حاضر، بروزوفيتش، سيكو فوفانا وساديو ماني الذي أوصل النصر لهذه المرحلة عندما سجل في مرمى الاتفاق عند الدقيقة 107 وأنهى المعاناة، وأخيرا وليس آخرا الكبير كريستيانو رونالدو. الصافرة منتظرة من جانب السلفادوري، هو في المنطقة منذ أسبوع بالتمام والكمال، كان حاضرا في دولة الإمارات، أدار قمة كبيرة بين الوحدة والوصل واحتسب ضربتي جزاء وأخرج الكرت الأحمر في تلك المباراة، يعود للرياض للمرة الثالثة، أدار الهلال والتعاون هنا في الرياض وأدار في الرياض الهلال والشباب، وبالتالي نظرات حسين القحطاني قال لها أنت حكمت لنا مباراة مباراة الهلال. الأجواء خيالية عزيزي المشاهد، يبدأ بقراءة الفاتحة سايس وتبدأ المباراة والحديث بين الكبيرين ساديو ماني ويانيكا كاراسكو الذي سجل بالمناسبة كل الأهداف الأربعة التي نقلت الليف لهذه المرحلة في مباراتين طبعا كانتا أمام الباطن وأمام الفتح، ولاحظ أن الشباب عانى في المباراتين لأنه سجل وفاز في الأوقات الإضافية. المباراة تنطلق والشباب بالمناسبة بالكوري الجنوبي أكيم في المرمى، فواز السكور موجود، سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي الذي يبدأ ظهير أيسر في مباراة اليوم. المباراة بهذه الأجواء الخيالية طبعا، الدخان والألعاب النارية والانطلاقة المثيرة، كارلوس جونيور، عندك خمس لعيبة في خط الوسط، ماجد كامبا، فهد المولد، حسين القحطاني، يانيك كاراسكو، وأخيرا وليس آخرا عبد الله رديف الشاب الصغير الذي يبدأ في مباراة كبيرة في كأس الملك. لاحظ الأرقام ولاحظ المواجهات المباشرة، لكن الكرة تمر وتصل الآن والتغطية. وأذكر فقط وقبل أن تبدأ الأحوال وقبل أن تنطلق المباراة أن آخر فوز يا كاسترو للنصر ببطولة الكاس، كاسترو إلى سنوات طويلة طويلة جدا، عام 1990 منذ 33 سنة، أيعقل ذلك يا نصراوي؟ هذه انطلاقة، هذا كريستيانو رونالدو، بينما كامبا موجود في خط الوسط، وطبعا أمام رونالدو قائد فريق النصر في الكرة الماضية، لدينا ضربة حرة مباشرة، لكن أفضل حالة نهائية بنتيجة 3-1. كانت أيام وكانت أجيال لا شك في ذلك، ولذلك طول المسافة بين النصر وهذه البطولة يريدها سابعة، يريد أن يأتي بعد غياب السنوات الطويلة، ويريد الشباب أن ينقذ الموسم، إنقاذ الموسم، لأن الشباب ليس في أفضل حال. هكذا يتابع الجميع محبي كرة القدم وعشاق الليث، ليس في أفضل حال، في المركز 11 في دوري روشن، وبالتالي هي مباراة العودة من الباب الكبير. انطلاقة الآن، هذه الكرة اللي تلعب بهذه الصورة من جانب أيمن يحيى، اليوم يعوض طبعا اللاعب البرتغالي الكبير تاليس، بعض الغيابات هنا وهناك، يغيب غوستافو كويلار في خط الوسط، وهذا غياب لا يعوض واختيار فني من جانب المدرب بيسكان الكرواتي بأن لا يبدأ اليوم إيفار بانيكا
في هذه المباراة موجود في قائمة البدلاء، لكن ما تشاهدونه الآن بين لابورت وبين أيضا مهاجم الشاب عبد الله رديف هو ما ستتابعونه طيلة أحداث هذه المباراة الكبيرة جدا عبر التاريخ. طبعا هذه المباراة الثالثة، هذه المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم في البطولة العربية، تقابلا تعادلا بدون أهداف بهذه النتيجة، وعندما تقابلا هذا الموسم في الأول بارك في دوري روشن كان الفوز كبيرا جدا للنصر برباعيات نظيفة. الكرة لحارس المرمى نواف العقيدي، لا مجال لارتكاب الأخطاء لا شك لحراس المرمى في مباراة اليوم. هذه كرة، شوف الضغط المتقدم، خمس لاعبين في خط الوسط، لكن عندك لاعب ينطلق الآن سلطان الغنام في الجهة اليمنى، محاولة كرة الأمام، إبعاد من جانب رومان سايس وتعود في خط الوسط، صراع الأقدام، وهذه ليست مباراة الأقدام المرتجفة إطلاقا أو الأيادي المرتعشة إطلاقا، هذه مباراة الأشداء، مباراة الروح الكبيرة، مباراة الشجعان. هذا المساء انطلاق عن طريق أيمن يحيى، يأتي بكرة يتركها الآن أيضا إلى عبد الرحمن غريب الذي يتقدم ويعيد الكرة بعد ذلك للخلف عن طريق لابورت. النصر عنده أفضلية على مستوى الاستحواذ في البداية، لكن عينك على الصورة العلوية، هذا التمركز الكبير، هذه كرة للأمام والكرة خطيرة والإبعاد، لكن عندك راية، عندك تسلل، عندك انطلاقة مثيرة جدا. ساديو ماني السنغالي الذي لا شك عندما يكون في أفضل حالاته فإنه يكون سندا وعونا كبيرا جدا لكريستيانو، لبقية زملائه في فارس نجد من أجل مهمة كبيرة. هذا الكرواتي طبعا عند بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2005 في ليلة من الليالي الاستثنائية في دوري الأبطال، عندك مباراة تنطلق وعندك أجواء خيالية في الملعب، وعندك إيس عبد الله يا هادي يا رديف، هذه مباراة توديك. ولذلك دائما الشباب الصغار اللي تعطى لهم الفرصة، تقدم لهم الفرصة على طبق من ذهب، لا شك يتمنون المباريات الكبيرة لأنها تختصر المسافات. النصراوية في المدرجات، العمل الجميل، ليلة أخرى من ليالي الرياض، نحن في الرياض الجميلة، الرياض. نعم هنا ما بين لابورت، هل يعود للفار حكم المباراة؟ طبعا ما بين عبد الله رديف الشاب الصغير لابورت الإسباني الذي هنا، والحديث مستمر، وما بين فوفانا القادم من لونس الفرنسي، وما بين كل اللاعبين 10,000 متفرج بالمناسبة سعت هذا الملعب، الملعب الذي طبعا هو ملعب يستحقه الشباب، واحتفل بمباراة الأولى في هذا الملعب الشباب على حساب الطائي، وسجل حبيب ديالو بالمناسبة، دخل التاريخ الشاب الصغير، دخل التاريخ من أوسع الأبواب، فقد سجل الهدف الأول في هذا الملعب الجديد لنادي الشباب. حسين القحطاني بعد ذلك أضاف الهدف الثاني للاعب الحاضر في مباراة اليوم، وعبد الله رديف الآن يطلب من حكم المباراة العودة لأرض الملعب. هذا هو الحكم السلفادوري السيد بارتون، إيفان بارتون، أخذ الإشارة الدولية في عام 2018، وبالتالي نعم حكم شاب صغير، ممكن بعض اللعيبة في المباراة أكبر منه. هذه انطلاقة الآن، هذه كرة تعاد إلى نواف العقيدي في الكرة الماضية، لكن مباراة في انطلاقتها، يعلم الشباب بأنه عليه أن ينقذ الموسم. شوف طبعا بينما سلطان الغنام لعب الفيصلي كما يعلم الكل قبل ذلك، ولدينا محاولة الآن باتجاه لابورت باتجاه زميل الآخر الحاضر الآن علي اللاجامي. مباراة الحسابات، الترقب، الكرة بتضيع من فوفانا، الشباب متمركز بصورة ممتازة،
ويعتمد بعد ذلك على المرتدات، لا يريد أن يترك الملعب وأن يفتح المسافات لنادي النصر، لأنه لديه من الأسماء طبعا والمهارات ما يمكنه استغلال مثل هذه الهدايا. هذه محاولة كرة جميلة، الله الله، للأمام للأمام للأمام، طالت 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 طالت، نعم، وتحولت لأن تكون. لكن هذا الشاب وكرة القدم السعودية الولادة الولادة، دائما أقول دائما أردد هذه العبارة، كرة القدم السعودية ولادة، نعم، تنتهي أجيال ولكن بعد ذلك تبرز أجيال عندما يتعلق الأمر بكرة القدم في الشقيق المملكة العربية السعودية. لا جامي عند الكرة الآن، ثانية الدوري طبعا الكل يعلم ذلك، النصر خلف الهلال بينما 11، وهذا مركز لا شك أنه يحزن عشاق الليث. كرة جميلة كانت للأمام، أبعدت من ياغو سانتوس، وصلت إلى الرجل الذي بأهداف الأربعة وصل الشباب لهذه المرحلة في الدور نصف النهائي. عليه أن يقدم خط، الله الله الله، ليث خطير أمامنا، ليث خطير جدا 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 في البداية الأولى، هذه اللعبة هذه الكرة، وكاد رديف، كاد هادي رديف عبد الله، هادي رديف، أنا راح أقول هادي كثير لأن لاعب مو بهادي إطلاقا، لاعب عندما وفي ضربة ركنية وعن طريق يانيك كاراسكو النجم البلجيكي الدولي الذي بالمناسبة يقابل رونالدو للمرة التاسعة. هذه محاولة كرة للأمام خطيرة، فرصة لا زالت قائمة، ابعاد الكرة الماضية من بروزوفيتش لنواف العقيدي. مباراة تنطلق بصورة ممتازة جدا، طبعا الخليج على حساب أبها بهدفين لهدف واحد، يصل للدور نصف النهائي، هذا إنجاز لا شك لنادي الخليج، والهلال على التعاون في الرياض أيضا بثلاثية نظيفة، والكل يعلم بأن مباراة الفيصلي والاتحاد مؤجلة، توفيق إن شاء الله تعالى للإتي وطبعا لجاياردو لبقية لاعبي نادي الاتحاد، لأنهم يمثلون المملكة العربية السعودية، يمثلون الوطن في هذا الحدث الكبير. هذا أوتافيو اللي كان في كثير من الحديث عن عدم مشاركته، حتى الآن النصر لم يصل باستثناء ربما محاولة كانت من تسلل لساديو ماني، عبد الرحمن غريب لكريستيانو رونالدو، الله الله على الكرة الماضية ولا زالت قائمة، والإبعاد الآن، وتعود الكرة في وسط الملعب لمارسيلو بروزوفيتش. بروزوفيتش الكرواتي الذي قدم أدوارا خيالية مع الإنتر، بينما عندك عبد الرحمن غريب، النصر خطير النصر خطير، وأوتافيو في الكرة الماضية تذهب وتعود وتعود بعد ذلك مرة أخرى للنصر. ذكرت بأنها المواجهة السادسة تقابل عام 81، وفاز الشباب بهدف نظيف، ولدينا محاولة من هذا النجم الآن، ولدينا ضربة حرة مباشرة في هذا المكان الخطير جدا، نعم الخطير جدا، لأن هناك قاذفة الصواريخ، طبعا رونالدو الذي قال له خلها خلها يا أيمن أيمن، إذا حضر كريستيانو فعليك أن تبتعد أنت والآخرون، اختصاصي. بالمناسبة المباراة رقم لرونالدو في كأس محلية، المباراة رقم 95، عنده 11 لقب كأس عبر التاريخ، طبعا ما أتكلم عن دوري الأبطال، أتكلم عن الكؤوس المحلية، الكؤوس المحلية، عنده 5 مع اليونايتد، عنده 4 مع ريال مدريد، عنده لقبين مع اليوفنتوس، ما سجل بطولة الأولى مع النصر في كأس الملك، ولذلك هو عنده تركيز كبير، يتقدم الآن، يسدد وتصطد وتبعد، وكانت الشرارة الأولى، الإنذار الأول، التهديد الأول من كريستيانو رونالدو في كرة من ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة عبرت الحائط البشري وكادت أن تخادع الحارس الكوري الجنوبي الممتاز كيم إلى ضربة ركنية. مباراة أهداف أعتقد
للفريقين، لأن الفريقين عادة مبارياتهم تأتي عامرة بالأهداف، عامرة بالإثارة. هذا ديربي آخر من دربيات الرياض، شاهدنا الهلال والنصر، وشاهدنا الهلال والشباب، وشاهدنا الهلال والرياض، وشاهدنا النصر والرياض، ونشاهد الآن كذلك النصر والشباب. ولدينا محاولة، كراسكو الخطير، الله 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 على الكرة الماضية، لكن الكرة تذهب وتعود وتصل لغريب، مرور ممتاز في الأولى، الثانية، الثالثة، وحكم براد يحتسب ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء للشباب. يعني كراسكو، أنا قلت كلمة السر في الشباب، كلمة السر هذه اللقطة مع غريب، مع غريب في الكرة الماضية، وهنا وقع غريب في المحظور، وكانت الصافرة. حكم، حكم لا شك يعني صارم في قراراته، قصير لكنه بلياقة بدنية عالية طبعا، كما ذكرت يزور الرياض للمرة الثالثة، وهنا يحتسب ضرب جزاء، ضرب جزاء لكراسكو. كراسكو في مباراة الباطن سجل هدفين، الثاني هدف الفوز في الدقيقة 118، في مباراة الفتح 2-1 سجل الهدفين، الثاني في الدقيقة 115، لكنها مبكرة جدا، مبكرة جدا الآن للشباب. العقيدي موجود في المرمى، وفي المواجهة التاسعة بين كراسكو ورونالدو، لدينا ضرب جزاء، ضرب جزاء، تركيز كبير من البلجيكي، يتقدم إيسا، الله، يا لسوء الحظ، يا لسوء الحظ هذه اللعبة. شوف هنا، هنا، هنا طبعا سقط، والكرة بتضيع، وضرب جزاء، يتنفس الجمهور النصراوي الكبير السعداء، لأن ضرب جزاء احتسبت لكراسكو. كراسكو نفسه أضاع بعد ذلك ضربة الجزاء، مباراة تستمر، لكن حلوة، حلوة، ديربي حلو. المباراة في كأس الملك في ربع النهائي، من يصل لدور نصف النهائي؟ نحن أمام دور نصف نهائي مثير لا شك في ذلك، فيه الهلال، وفيه القادم من هذه المباراة، وفيه أيضا القادم من أيضا، وفيه الخليج الذي يقدم بصورة إيجابية، وفيه القادم من الاتحاد أو الفيصلي بحول الله تعالى. هذه ضربة الجزاء الضايعة بالمناسبة سيفكر كثيرا، وسيفكر عميقا جدا طبعا النجم كراسكو، لأنه كان أمام فرصة ذهبية في ملعب فريقه أن يتقدم بالهدف الأول أمام النصر. هذه محاولة، لو فعل ذلك بالمناسبة سيجعل مهمة النصر غاية في الصعوبة، لأنكم تتابعون طبعا التمركز الكبير. لويس كاسترو مهمة الأساسية أن يعيد النصر لهذه البطولة بعد غياب طويل جدا، 1990 آخر بطولة كأس، السادسة والأخيرة، أيعقل ذلك يا نصراوي؟ بينما لدينا محاولة من كريستيانو رونالدو، هذا أيمن يحيى، هذه العرضية، هذه الكرة، الله 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 الله، النصر يتقدم، النصر يتقدم، و وصلت إلى فوفانا نفسه، إلى ماني، المتابعة، المتابعة من فوفانا، فوفانا في مرمى الكوري، يكون الهدف الأول، يكون الهدف الأول في المباراة، ويتقدم النصر. بدايات وفرحة كبيرة من الأعماق، كان مضغوط طبعا لويس كاسترو، ضرب جزاء للشباب بضيع من كراسكو، وبعد ذلك فوفانا يتقدم للنصر، ويا لرعب البدايات، هكذا تكون البدايات في لقاءات الديربي الكبير جدا. وهذه محاولة تصل الآن لفهد المولد،
خطير 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 عندما يكون في أفضل حالاته، لكن لجامي موجود كذلك في إبعاد الكرة الماضية. نعم فهد المولد وربما الشباب يتمنى يا حسين القحطاني أن يذكرهم فهد المولد بفهد المولد الذي كان نجما كبيرا جدا 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 بقميص الإتي، لكن الأعلام الصفراء والزرقاء شعار النصر الآن صوتها أعلى والكرة من ضربة ركنية ويتراجع. نعم لابورت يبعد الكرة الماضية، في ضغط من جانب الشباب، هذا وضع طبيعي في عام 82 المباراة الأولى 1-0 الشباب 3-1 2010، لكن انطلاقة الآن لكارلوس جونيور في الكرة الماضية. هذه محاولة خارج الملعب، نعم أو وجود تسلل. عام 2010 النصر 3-1 في جارو، سعد الحارثي، محمد السهلاوي، أهداف النصر الثلاثة، بينما في هدف للشباب عن طريق عبدو عطيف. المباراة شهدت حالة طرد على الظهير الأيمن الرائع جدا مع الشباب يومها حسن معاد، وبعد ذلك طبعا النصر 2010 2-1 2-1 سجل سعود حمود وحاج أبو قاش، بينما ميغازو سجل الشباب في مباراة شهدت طرد أيضا للاعب ممتاز جدا قدم الكثير للنصر، إنه إبراهيم غالب. إبراهيم غالب أسماء طبعا، إذا ذكرنا الأسماء إحنا بحتاجين لأيام في الفريقين. في خطة لصالح كريستيانو رونالدو، اللاعب الذي عندما جاء كان مجرد بداية فقط لأن تأتي بعد ذلك نجوم العالم. كان الهدف من قدوم رونالدو أن تكون الضجة الكبيرة جدا طبعا للاعب عنده 5 كرات ذهبية، وبعد ذلك طبعا شاهدنا سيل من الأسماء الكبيرة. هذا فهد المولد، الشباب يقدم مباراة جيدة، لكن هدف يسجله فوفانا يعطي النصر الأفضلية في المباراة الآن، أفضلية النتيجة. هذا أوتافيو، الكرة في الجهة اليمنى عن طريق الغنام، وكرة تعاد من لجامي لزميل لابورت الإسباني هنا، ودافع بالباو بعد ذلك مع المان سيتي. وذكرت في مباراة سابقة يوم أن كان أنشيلوتي مدربا لبايرن ميونخ قال بالحرف الواحد: أريد منكم يا إدارة البايرن أن تتعاقدوا مع لابورت هذه الكرة. لكن طبعا ذلك لم يحدث، هذه انطلاقة الآن. هذا نعم أوتافيو، هذا كريستيانو رونالدو في هذا الله 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 الله. نصر عندما يكون متفاهما متجانسا سريعا فإنه لا يجارى بهذه الصورة. نعم كاد أن يسجل هدف ثاني في الكرة الماضية إلى ضربة ركنية عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، واحدة من ألقابه التمساح. لماذا لقب بذلك؟ لأنه كان قد قام بعمليات إنقاذ أمام لويس سواريز في مباراة في دوري الأبطال عندما كان يقابلون فريق الإنتر. هذه محاولة، الله يا فوفانا، فوفانا حتى الآن وكأنه يريد أن يقول: أريد هذه الليلة أن أكون رجل الأمسية في مباراة لا شك، المسمى الجميل جدا طبعا، أغلى الكؤوس أغلى الكؤوس. ياهو شرف كبير جدا أن ترفع وأن تتقدم وأن تكون بعد ذلك تصافح راعي المباراة النهائية، وأن تتشرف بعد ذلك برفع كأس الملك. لا شك في ذلك، هذا شرف كبير يتمناه أي لاعب في عالم كرة القدم. لكن ذكرت بأن رونالدو عنده 11 بطولة كأس محلية، 5 مع اليونايتد، 4 مع ريال مدريد الملكي، ولقبين مع اليوفنتوس، ولكنه يريد أن يعيد النصر لكأس الملك بعد غياب السنوات الطويلة. هذا عبد الرحمن غريب، بينما لدينا أيمن يحيى يؤدي بصورة ممتازة. بالمناسبة أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر، غياب تاليس، غياب تاليسكا، وكانت الشكوك كبيرة بأن أوتافيو لن يبدأ مباراة اليوم، لكنه يبدأ ويبدو أيضا في أفضل جاهزية. هذا سلطان الغنام، المد النصراوي مستمر والكرات النصراوية مستمرة الآن عن طريق ساديو ماني. الشباب يدافع لكن كرة للأمام تلعب خطيرة، الله الله. إيه نعم إيه نعم، 23 دقيقة فيها كرة قدم،
فيها متعة كبيرة جدا في كرة القدم، وفيها حتى الآن مباراة تقدم بصورة راقية جدا في مسابقة كأس الملك. هذه انطلاقة، هذا حسين القحطاني يأتي بكرة للأمام لعبد الله رداف في الكرة الماضية، طالت عليه وتحولت بعد ذلك لأن تكون إلى ربما ضربة ركنية. يتراجع رونالدو كريستيانو ولاحظ الكرة الماضية اللي بالكعب كانت جميلة، رونالدو حاول كيم حارس مرمى أبعدها وأنقذ بالتالي مرمى فريقه من هدف ثاني في مباراة اليوم. لكن ضربة ركنية، ضربة الجزاء اللي ضيعها أضاعها كراسكو لا شك ستؤثر ربما في عقلية هذا اللاعب، في طبعا حماسه الكبير. كرة من ضربة خطيرة، الله الله، ليث لا يستسلم، ليث يرفض الواقع، ليث يعود من بعيد، يزهر الليث ويعود براسية آخر لاعب أهدى الشباب فوزا في مرمى الاتحاد. هو كارلوس جونيور تخطت الجميع، وصلت له، كانت قوية بالرأس، كانت قوية بالرأس، ونعم في مرمى العقيدي. فرحة كبيرة جدا لكارلوس جونيور وغضب كبير جدا من الدور كريستيانو رونالدو، لأن الهدف يسجل والتعادل الآن يعيدنا إلى نقطة البداية. وخذ لك مباراة، خذ لك متعة، خذ لك أداء، وأخذ لك بعد ذلك طبعا كرة قدم في أجواء جميلة. اليوم درجة الحرارة باردة بالمناسبة في الرياض، نتكلم عن 20 درجة الحرارة أجواء الرياض طبعا، ويحلو السهر وتحلو مباريات كرة القدم، فما بالك إذا كان الديربي حاضرا. هذا لا جامل عند الكرة، بينما الغنام في الجهة اليمنى هدف يسجله فوفانا طبعا يعطي المباراة الهدف الأول، وبعد ذلك كارلوس جونيور الذي كما ذكرت آخر من أهدى الشباب فوزا وفرحة في مباراة الاتحاد. ما كانت في هذا الملعب بالمناسبة، كانت في طبعا استاد الملك فهد. هذه انطلاقة، هذا أيمن يحيى، هذه انطلاقة الآن ممتازة ممتازة في الكرة الماضية، وتدخل من جانب البرازيلي ياغو، والكرة تلعب عالية من الدون ولكنها مرت من الجميع وصلت لخارج أرضية الملعب. عندك في أرض الملعب 9 ألقاب كاملة، السيد لويس كاسترو الرجل الذي طبعا يتابع الآن المباراة، كان فريقا متقدما مباراة رقم 32، أرقام ممتازة بالمناسبة. تصور في 31 مباراة 23 فوز 5 تعادلات، 3 هزائم فقط، 3 هزائم فقط أمام التعاون، أمام الاتفاق في بداية الموسم، وأمام الهلال في ديربي الرياض الكبير. ما عدا ذلك أرقام مرعبة ثانية. الدوري كما يعلم الجميع يريد العودة لهذه المسابقة من الباب الكبير، وأن يسجل بالتالي فوزا وأن ينتقل للدور نصف النهائي يقابل الشباب اللي عنده نفس الطموحات الكبيرة لا شك في ذلك. كيم حارس المرمى، لكن ما أجمل ملعب الشباب، هذا البيت الجديد طبعا للشبابية، يستاهلونه، يستاهلونه لا شك في ذلك. بينما فواز الصقور يأتي بكرة إبعاد من جانب الغنام، وصلت إلى فوفانا، سيكو أمام الضغط الكبير، ماجد كامبا، كامبا نعم لاعب اللي يأتي بكرة جميلة جميلة في الكرة الماضية، لا زالت الكرة بقدمه ولا زال ماجد كامبا هنا في الجهة الموجود فيها. نعم فواز الصقور يأتي بكرة اصطدت في أيمن يحيى، وصلت إلى ضربة ركنية. طبعا لما نقول يا سلام يا سلام، الله الله الله، هذا حسين القحطاني وهذا بروزوفيتش وهذا يعني في كأس الملك. كرة خطيرة الآن تبعد، ياهي خطورة كبيرة جدا في الكرات، بينما ساديو ماني هذه مرتدة، هذه 3-1 3-1، والكرة في هذا المكان الخطير، الله 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 الله، كان
للشباب وتحولت هدف النصراوية. كنا على في لحظات كنا نعتقد أن الشباب قريب، لكن مرتدة فيها غضب نصراوي، غضب النصراوي، ونعم الغضب اللي يهديك الفرح. ساديو ماني، ساديو ماني يهز الشباك الآن ويعود النصر متقدما، وتستمر المباراة مجنونة مجنونة. ما تكون مجنونة إذا ما كانت فيها النصر والشباب، شباب ونصر، وين ما لعبوا، وين ما حضروا، وين ما كانوا، وين ما تواجدوا، نصر وشباب، شباب ونصر، خذ لك متعة، خذ لك مدرج فخم، خذ لك أجواء خيالية، خذ لك 3 أهداف الآن. 29 دقيقة مرت وانقضت. متابعنا الكريم عبر SSC، نحن أمام مباراة كبيرة، ونحن أمام تقدم النصر مرة أخرى بهدفين لهدف واحد. هكذا تكون المباريات الكبيرة. نعم هذا كراسكو عند الكرة الآن، لكن طالت عليه. النصر في طريقة، فاز على أحد ب5 أهداف لهدف واحد. ماري سجل في تلك المباراة، فوفانا سجل في تلك المباراة، الغائب الكبير تاليسكا سجل في تلك المباراة، أيمن يحيى اللي الآن لا، هذا عبد الرحمن غريب سجل، وأيضا بالتالي نعم في تلك المباراة، وبعد ذلك تخطى الاتفاق في دور 16 بهدف سجله ساديو ماني عند الدقيقة 107 في الأول بارك، وبالتالي يصل الآن إلى دور ربع النهائي. ما بعد الدور ربع النهائي إلا طبعا الدور نصف النهائي، وبالتالي نحن بانتظار 4 كبار لا شك في ذلك سيتنافسون للفوز بكأس الملك الغالي. عن طريق ساديو ماني لبروزوفيتش، عن طريق لابورت، الدقيقة الآن رقم 30 بالتمام والكمال، حلوة لعبد الرحمن غريب، رونالدو غريب في الأولى، بعد ذلك إبعاد. شوف الضغط، الضغط عندما تفقد الكرة عليك أن تبدأ مهمة جديدة. نعم سلطان الغنام، هكذا استرجعها النصر بسرعة كبيرة، وهكذا الكرة بالرأس، بالرأس من سلطان الغنام. ظهير أيمن وين موجود؟ موجود وكأنه لاعب مهاجم. نعم لياقة بدنية عالية، محظوظ مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني بأن يتواجد لدي طبعا سلطان الغنام، أن يتواجد لدي سعود عبد الحميد، لا شك في ذلك. هذه انطلاقة عن كرة تبعد وتصل بعد ذلك إلى بروزوفيتش، وتصل إلى أوتافيو بروزوفيتش مرة أخرى هنا في هذا المكان، إلى كريستيانو رونالدو، محاولة المرور، الكرة بالفعل إلى أوتافيو، الضغط الكبير من ماجد كامبا، ياهي مباراة يقدمها هذا الشاب، هو شاب يتكلم عن 30 سنة لا شك في ذلك. ماجد كامبا لاعب الذي بدأ صغيرا مع الاتحاد طبعا في مراحل الأولى، ولكنه بعد ذلك انتقل للفريق الكبير الآخر في المدينة. هذه محاولة، الله الله يا فهد يا فهد، لكن الراية موجودة على فهد المولد. هذه مباراة انت كلاعب تدفع راتب 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 سنة ممكن حتى تلعبها، راتب سنة كاملة ممكن تتنازل عنها. هذه مباراة طبعا يتمناها أي لاعب لا شك في ذلك. الديربي الآخر في الرياض، الكرة من جانب كريستيانو رونالدو تذهب بالمقاس للغنام، ولكنها طالت في الكرة الماضية. طبعا دوري روشن تقابلوا هذا الموسم، رونالدو سجل 2 من 4، وسلطان الغنام نفسه سجل، وماني سجل في مباراة طرد فيها إيفر بانيجا. لكن النصراوية سعداء، النصراوية سعداء بعد ضربة جزاء ضايعة لكراسكو، بعد ذلك هدف يسجله النصر عن طريق فوفانا، بعد ذلك تعادل لم يطل طويلا من جانب كارلوس جونيور، وبعد ذلك يعود ساديو ماني السنغالي ويسجل طبعا هدف التقدم بعد عمل كبير. المحاولة في وسط الملعب، هذا حسين القحطاني، هذا ماجد كامبا، بينما هنا فواز صقور، فواز صقور يفقدها، تعود لعبد الرحمن غريب، بينما فوفانا كرة جميلة، الله على الاستلام، الله على الدوران، الله على كرة تذهب وتنطلق وتصل
ساديو ماني، مرور في الأولى مرور في الثانية يفقدها، تعود إلى بروزوفيتش، الآن إلى أوتافيو، يأتي بكرة للأمام ولكن تبعد الكرة الماضية وتصبح من جانب حسين القحطاني. مباراة ما فيها توقف إطلاقا بالمناسبة، مباراة لا يوجد فيها توقف إطلاقا في هذا الشوط الأول. وتذكر العبارة الدائمة، الفائزون غالبا ليسوا الأقوياء بل أولئك الذين لا يستسلمون، لا يستسلمون. الفائز غالبا ليسوا الأقوياء وإنما أولئك الذين خطيرة. فرصة لنواف العقيدي يأخذها بعد ذلك، نعم، ويبدأ من خلالها محاولة لفريق نادي النصر. الفرق السعودية تقريبا يعني كلها انتقلت، نعم، للدور القادم من دوري أبطال آسيا. أتكلم عن النصر، الهلال، الاتحاد، هذه محاولة الفيحاء، هذه محاولة كرة جميلة في هذا المكان خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية، رومان سايس وكريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، والنصراوي ربما يقول رونالدو فضلا وليس أمرا، إلا أنت لا تغيب، فضلا وليس أمرا، إلا أنت لا تغيب. هذه محاولة في هذا المكان الآن، عبد الرحمن غريب، نعم، عرضية ربما تكون الآن من جانب مارسيلو بروزوفيتش، أخذ القرار، اصطدت بعد ذلك، عادت في ضغط نصراوي في هذه اللحظات. عبد الرحمن غريب، أوتافيو يملك كرة، نعم، للأمام، لكن إبعاد، الضغط مرة أخرى، يعيد الكرة للنصر من جانب لابورت، أوتافيو، لابورت إلى مارسيلو، يبحث عن رونالدو، يأتي بكرة لساديو ماني في هذا المكان. بعد ذلك استقبال جميل من جانب السنغالي، عالية وللأمام، هذه خطيرة، إبعاد من جانب ياغو سانتوس، والنصر يعود، والنصر الآن عنده أفضلية على مستوى الاستحواذ، لكن عمل بدني كبير جدا 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 من جانب الفريقين. عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن غريب لبروزوفيتش، مارسيلو، بينما لابورت، بروزوفيتش، هذا أوتافيو. هنا محاولة قائمة بالفعل من أيمن يحيى لبروزوفيتش، صار لنا فترة من يتناقل الكرات النصراوي، الله، ولكنه سقط أرضا، سقط أرضا، سقط أرضا، استلم الكرة، طالت عليه عند الدقيقة رقم 36 من عمر الشوط الأول من مباراة اليوم. نحن في هذا الملعب الجميل، ويقولون ما أجمل أن تكون شخصا كلما تذكره الآخرون ابتسم. الله الله الله، ما أجمل أن تكون شخصا كلما تذكره الآخرون ابتسموا. وهنا ما في شخص نصراوي وغير نصراوي يا كريستيانو لا يتذكر الرمز النصراوي عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه ولا يبتسم، ولا أعتقد أن هناك شبابي أو غير شبابي لا يتذكر الرمز الشبابي خالد بن سلطان بن عبد العزيز ولا يبتسم. إيه نعم، هكذا تقول القاعدة، ما أجمل أن تكون شخصا كلما تذكره الآخرون ابتسموا. وساديو ماني حتى الآن يهدي الابتسامة لجماهير النصر، النصر متقدم على شقيق الشباب، بينما حارس المرمى، ملعب جميل لا شك في ذلك، صحيح أنه مو كبير 10,000 سعة الملعب، لكن لا شك أنه يتزين بالحضور، ويستحق الشباب هذا البيت لأحد كبار القوم في المملكة العربية السعودية، الشباب لا شك في ذلك، لأحد الأندية الرموز في المملكة العربية السعودية لا شك في ذلك، لأحد الأندية التي أقدمت أساطير لا شك عبر التاريخ لأيضا المنتخبات السعودية. هذه انطلاقة الآن، هذا هو اللاعب أيمن يحيى، بينما عبد الرحمن غريب، دائما الكرة تذهب للقائد الآن كريستيانو رونالدو، لا زال يبحث عن هدف الأول بقميص النصر في مباراته الآن الرابعة، عند مباراة في نهاية الموسم الماضي طبعا في الكاس، وعند مباراتين في هذا الموسم أمام أحد وأمام الاتفاق ما سجل، وحتى الآن لم يسجل، ويبحث عن هدف أيضا في الأول بقميص النصر، ولكنه يبحث عن لقب الثاني عشر
في طبعا الكؤوس المحلية كما ذكرت، عنده 11 لقب بالتمام والجمال، ولكن الأهم من ذلك كله عند النصراوي أن رونالدو يعيد النصر للفوز بهذه المسابقة بعد 33 سنة منذ البطولة الأخيرة في عام 1990 ميلادي. هذه محاولة بالخطأ تعود الآن، لدينا محاولة في مشتركة وصلت لحسين القحطاني، نقلت الآن لعبد الله رديف، هذه كرة جميلة تذهب وتعود ولكنها طالت 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 وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. الشباب هذا هو بيسكان، هذا الكرواتي ثالث مدرب هذا الموسم بعد طبعا مارسيل كايزر الهولندي، وبعد ابن خوان براون الأرجنتيني الذي قاد الفريق في مرحلة مؤقتة، جاء هذا الرجل هو المدرب الثالث يقابل لويس كاسترو البرتغالي. بينما انطلاقة في هذا المكان، السرعة موجودة من جانب عبد الرحمن غريب اللاعب المهاري بمهارة ممتازة، مر في الأولى بعد ذلك أمام ماجد كمبة، ولدينا خطأ. المواجهة التي جمعت الفريقين في 2012 فاز النصر 2-1، السهلاوي سجل في تلك المباراة، وآخر مباراة بالمناسبة في الكاس كانت 2014 كانت شبابية 2-1 حسن معاد وعماد خليلي، بينما يحيى الشهري الذي طبعا نتابع هذه الأيام مع نادي مع الرياض. يحيى الشهري آخر من سجل للنصر قبل مباراة اليوم في آخر. فهد المولد، وفهد يأتي بكرة جميلة جميلة، لكن خروج لنواف العقيدي في الكرة الماضية. شوط سريع، رتم سريع جدا من جانب الفريقين، سلطان الغنام إلى ساديو ماني، لكنه شوط أول مرعب بكل معنى الكلمة، كل الأحداث اللي مرت فيه نعم أحداث مجنونة. ضرب جزاء ضايعة، هدف نصراوي بعد ذلك لم يطل طويلا، عودة الشباب بعد ذلك بكرة راسية لا تصد، وبعد ذلك أيضا النصر لم يتأخر طويلا فقد سجل ساديو ماني هدفه الثالث في هذه المسابقة. هذه محاولة من بروزوفيتش، هذا أوتافيو، بينما لديك هنا الكبير كريستيانو رونالدو، خمس كرات ذهبية بالمناسبة في أرض الملعب كلها لكريستيانو رونالدو. محاولة قائمة، كان ذلك حلما في يوم من الأيام إذا قلت لي أحد أن الدوري السعودي سيشهد حضور ست كرات ذهبية، لأن عندك خمس كرات ذهبية لرونالدو، وعندما يتقابل النصر والاتحاد فإن ست كرات ذهبية في أرض الملعب، لأن كريم بنزيما الفرنسي الكبير جدا أيضا لديه كرة ذهبية في 2022. هذه محاولة في الجهة اليمنى، الآن كرة تعود للخلف، أصبح النصر أفضل، أكثر استحواذا على الكرة، أكثر تناقلا للكرة، أكثر وصولا على مرمى الكوري أكيم، بعد مجهود كبير جدا بل خيالي جدا قدمه ولا زال يقدمه الشباب في مباراة اليوم، كرة أبعد من الكل. هنا محاولة، هذا هو ياغو، وكرة للسلطان الغنام، أخذها مرة ثانية بالفعل ماني، هنا محاولة بروزوفيتش وغريب أمام سكور، عبد الرحمن غريب وفواز سكور، نصراوية لازالت، كرة تعود للخلف الآن من جانب فوفانا، غريب فوفانا مع اللونس، قدم عمل خيالي جدا مع لونس، كان شيئا استثنائيا. نتحدث عن فوفانا الذي بالمناسبة يوم أن كان عمره 18 سنة فقط ذهب للبان سيتي. انطلاقة سلطان الغنام للأمام، والكرة تبعد بالرأس أيضا من جانب ياغو سانتوس في الكرة الماضية. يا هي لياقة بدنية خيالية أشاهدها في مباراة اليوم، بينما لديك هذا اللاعب البلجيكي الذي حاول في الكرة الماضية خذوا هات، نعم هكذا فكر هكذا أرسلها. هذه محاولة لعبد الرحمن غريب، تعود لكريستيانو رونالدو سددها لكن غير رأيه بعد ذلك. محاولة من جانب فوفانا، النصر أفضل، النصر في هذه اللحظات تشاهدون بكل وضوح أفضليته، تنقلاته، تنوع مصادر خطورته، والكرة هنا في هذا المكان لعبد الرحمن غريب. طبعا النصر يفكر في قتل المباراة في هدف ثالث،
لأن 2-1 الشباب لا زال في الملعب، حتى 3-1 بالمناسبة إن حدثت، لكن أتحدث عن أفضلية فارق هدفين. والنصر صار له فترة، هو الفريق اللي عنده استحواذ على الكرة. بروزوفيتش للغنام سلطان، اصطدت، عادت بعد ذلك لفريق الشباب لكن يفقدها بسرعة. شوف ما يؤخذ على الشباب في العشر دقائق الماضية انه يفقد كرته بسهولة، وطبعا هذا يساعد النصر، هذا يسهل من مهمة النصر في استرجاع الكرة. عبد الرحمن غريب لأيمن يحيى، مباراة كبيرة بالمناسبة يقدمها أيمن يحيى هنا في الجهة اليسرى، لازالت في أرض الملعب، محاولة باتجاه فوفانا، عودة كل الشبابية، بينما كرة لعبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو تقدم، استمر ويأتي بالعرضية، والعرضية مرت من الجميع ولكنها لازالت للنصر عن طريق سلطان الغنام أوتافيو. هذا مارسيلو بروزوفيتش ممكن يسدد، سددها، اصطدت، وشوفوا الضغط الرهيب. لذلك الشباب عنده كرة الآن من ماجد كمبا، نعم في الجهة اليسرى، محاولة مستمرة عن طريق هذا اللاعب حمد اليامي. كاراسكو، عليك أن تكون في أفضل حالاتك يا كاراسكو اليوم، لأن كويلار غائب ولأن بانيجا موجود في قائمة البدلاء. كما ذكرت المواجهة رقم 9 التي تجمع رونالدو بكاراسكو، 7 من المواجهات الثمان الماضية كانت طبعا ما بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وواحدة منها في 2016 في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم أن تعادلا في ميلان 1-1، وبعد ذلك ركلات الترجيح أهدت الفريق الملكي ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو فوزا آخر بدوري أبطال أوروبا. على مستوى الأهداف، 6 أهداف في مواجهات اللاعبين سجلها رونالدو، هدف وحيد فقط سجله يانيك كاراسكو، بينما فاز كل لاعب مرتين وتعادلا في 4 مناسبات انطلاقة في هذا المكان. كرة الآن تصل إلى ضربة ركنية، يعاني الشباب. المباراة متعنا واستمتعنا فيه، 45 دقيقة ما شعرنا فيها، ما حسينا فيها إطلاقا من حالاتها، من مباراة سريعة في أرض الملعب، ودائما يفكرون في اللحظة المقبلة، اللحظة المقبلة في عالم كرة القدم هي الأهم. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتبعد من جانب البرازيلي كارلوس جونيور إلى أيمن يحيى، هنا محاولة، هنا في الجهة اليسرى عبد الرحمن غريب موجود أمام فوفانا. دائما لاعب النصر عنده خيارات، دائما لاعب النصر عنده خيارات على مستوى التمرير، على مستوى الانتشار. هذا فوفانا في عمر 18 سنة تعاقد مع سيتي، ودائما كان يرى ملهمه الكبير في عالم كرة القدم يا توريه لعب في نفس المكان بالمناسبة، لذلك يعتبره ملهم الكبير. هذه انطلاقة في هذا المكان، ماني في الكرة الماضية، وكرة تبعد وتعود وتصل بعد ذلك لفريق نادي النصر من بروزوفيتش. النصر في حالة ممتازة في الشوط الأول بالفعل، والشباب أيضا قياسا للظروف فإنه يقدم عمل جيد، مباراة جيدة للشباب لليف. كرة من عبد الرحمن غريب، هذا فوفانا، واحد من أكثر من لمس الكرة في مباراة اليوم، إنه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى لابورت. لا يمنع الأمر من أن تعيد الكرة للخلف كما يحدث الآن عند لاجامي من مارسيلو بروزوفيتش مثلا. والشوط الأول والدقائق 5 المحتسبة كوقت بدل ضايع يقدر من جانب حكم المباراة، نعم السلفادوري السيد إيفان بارتون لسلطان الغنام بالكعب حلوة. أوتافيو وصلت إلى فوفانا، نقلت إلى كريستيانو، جاءت هنا لأيمن يحيى، وأيمن يحيى سددها ولكنها خارج الملعب في الكرات الماضية، خارج الملعب. هذا هو أيمن يحيى وهذه الكرة الماضية. والشباب طبعا لا يعيش أوقاتا طيبة، 11 في الدوري كما ذكرت بلا فوز في آخر 4 مباريات، عنده تعادلين وخسارتين ولم يسجل في آخر 4 مباريات إلا هدفين فقط، لا شك في ذلك يعني. ولذلك هي مباراة
إنقاذ موسم إن صح التعبير بالنسبة للشباب، لا شك في ذلك. هذه محاولة، هذا كراسكو، هذا كارلوس جونيور، لكن موجود سلطان الغنام في الكرة الماضية. تعود الآن للاجامي، هذا أوتافيو، الكرة جميلة من أوتافيو البرازيلي البرتغالي، بينما لكبير البرتغاليين نعم رونالدو للأمام للاعب مهاري عبد الرحمن غريب في هذا المكان. محاولة المرور، لا زال يحتفظ بكرته ولا زال ينتظر المساندة، تأتي من الخلف الآن لفوفانا. شوط لا شك سيحظى بإعجاب الزملاء في الاستوديو مع زميل العزيز عبد العزيز البكر، ومع أيضا عادل السليمي وعايض مبخوت سيتحدثون بإعجاب عن شوط أول لا شك جميل. هذه محاولة لمارسيلو بروزوفيتش، عرضية، الله، ونحن أمام نصر. نعم نوايا وابتسامة رونالدو تقول لنا شيئا كبيرا. يظهر طبعا حارس الكبير وليد عبد الله، طبعا وليد عبد الله الكل يعلم بأنه كان شبابيا في بداياته الأولى حتى عام 2017، وبعد ذلك هذا الشاب اللي الآن أصبح في 37 من العمر لا شك أصبح نصرويا بعد ذلك. حارس مرمى النصر الذي احتفل كما تابعنا في اللحظات الماضية، مباراة تستمر، 4 أهداف يعني ما نكون طماعين كثير، وأربعة أهداف، 3 للنصر، هدف للشباب، ضرب جزاء ضايعة، والنصر بالفعل يقدم أداء كبيرا بكل معنى الكلمة. الصافرة السلفادورية من جانب حكم مباراة إيفان بارتون، هنا تعلن نهاية الشوط الأول. هذا اللاعب افتتح الأمسية المثيرة في الرياض، رونالدو ما سجل لكنه كان ملهما للجميع، وكراسكو أضاع ضربة الجزاء، ساديو ماني سجل في هذه الأمسية، كارلوس جونيور أعاد لنا الشباب بعد ذلك، لكن النصر يتقدم على شقيقة فريق نادي الشباب ب3 أهداف لهدف 1 في مباراة ثالثة في الدور ربع النهائي من أغلى المسابقات، أغلى الكؤوس، طبعا كأس الملك في العزيزة إلى قلوبنا جميعا المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أن زميل العزيز عبد العزيز البكر وضيفيه الكريمين سيتحدثان وسيتحدثون بصوت عال، وسيكون الشوط الأول محل اهتمام الجميع. فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. في السعودية هي أكثر من مجرد لعبة، إنها شغف، إحساس بالترقب، الحماس، السعادة. التشعر بكل هذا وأكثر، حياك بالسعودية، الوجهة الأكثر حماس، مبهرة، أصالة والمغامرة. عيش روح السعودية. الاتحاد السعودي رائعة، شو هذا؟ في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الكرة ملعوبة بشكل رائع جدا، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023 غدا في
من خلال إعادة باتريك فييرا إلى الدوري الإنجليزي كمدرب، كان من الواضح أن كريستال بالاس أراد إحداث تغيير في ملعب سيلهيرست بارك. بعد قضاء 8 مواسم متتالية في الدوري الممتاز، يمكن أن يعتبر بالاس نفسه فريقاً راسخاً في الدوري الممتاز، وحان الوقت للقيام بما هو أكثر من البقاء في هذا المستوى. لكنها كانت فكرة قد راودتهم من قبل، عندما حل فرانك ديبور محل سام ألاردايس عام 2017. Playing in the Premier League, it's a club that still can grow further and further. أسلاف ديبور في هذه اللعبة نيل وارنوك، ألان باديو وسام ألاردياس اعتبروا مدربين من النوع الواقعي. ديبور أراد أن يقدم أسلوبا قائما على الاستحواذ، ولكن الأمر لم يسر على ما يرام. The worst manager in the history of the Premier League, Frank de Boer, 7 matches, 7 defeats, 0 goals. أُقِل بعد 77 يوما فقط بعد أن قاد النادي ليصبح أول فريق في الدوري يخسر مبارياته الأربعة الأولى دون تسجيل. لذا لإيجاد بديل له، عاد بالاس إلى ما كانوا يعرفونه، حيث وظفوا المدرب الذي كان الشخص الأكثر واقعية روي هودسون. We've had a bad start. We've handicapped ourselves by not taking any points in the first four games, but there's still 34 games to go. So I believe the team will stay up. Absolutely, I wouldn't have dreamed to believe that the team could stay up. This could be a very good year because if it ends up this season with us still in the Premiership and the Crystal Palace fans happy, then that will be something. سنوات، وبالرغم من أنه كان محبوبا من قبل الجماهير لإبقائهم في قمة أدائهم، إلا أن طموحات الفريق لم تتغير أبدا، وهنا يأتي دور باتريك فييرا. يعد كريستال المحطة الثالثة لفييرا كمدرب بعد أن تولى أولا مسؤولية تدريب نيويورك سيتي. إلى جانب ذلك، فقد قال له مدربه السابق أرسن فينجر: لن تكون مدربا حقيقيا حتى يتم طردك. وعلى هذا التقدير أصبح فييرا مدربا حقيقيا في الرابع من ديسمبر 2020، عندما أقله نيس بعد سلسلة من 5 هزائم متتالية. بالرغم من أن فييرا لم يكن الخيار الأول لكريستال، فقد استأنف العمل بسبب طريقته في الهجوم والضغط، بالإضافة إلى خبرته مع فريق تطوير النخبة في مانشستر سيتي، وذلك إلى جانب ترقية أكاديمية بالاس إلى الفئة الأولى منذ أكثر من عام بقليل. النتائج متباينة في هذه المرحلة المبكرة، فقد أحرزوا فوزا واحدا فقط في الدوري، لكن هدف التعادل في الدقيقة 95 هو ما منح برايتون التعادل، حيث تعادل في الشوط الثاني أمام ليستر، ولكن بالاس استحق الأفضل رغم أنه لم يتمكن من التعادل إلا بعد تلقيه هدفين في الشوط الأول. وبالرغم من أن ليفربول تخيل بأن الديربي بدأ هكذا بعد أن أضاع الشباب ركلة الجزاء عن طريق اللاعب كراسكو في الدقيقة 15، يكون العقاب قاسيا من النصر بداية عن طريق اللاعب فوفانا في الدقيقة 17، ومع قدرة الشباب على العودة لمجريات هذه المباراة عن طريق اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة 24، إلا أن ردة فعل النصر كانت قاسية عن طريق اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 28 عندما ركض من قوس النصر، وإضافة الهدف الثالث كان عن طريق اللاعب عبد الرحمن غريب في الدقيقة 49. شوط تأكيد أنه دائما ما نقول أنه في مستوى مباريات الكاس أنك لما تحاول أنك تستغل أوقات القوة أوقات السيطرة، أول 15 ممكن 20 دقيقة كان نادي الشباب قدم مستوى جيد على مستوى التنظيم على مستوى الانتشار فوق الميدان، ساء نقبل هدف لكن أيضا سجل هدف وضيع بينالتي وكان بإمكانه أنه يحافظ على النتيجة. غامر الشباب بزيادة، غامر بمبالغة، تهور ومبالغة يعني مغامرة مبالغ فيها، خاصة على مستوى تسجيل الأهداف، أنك لما تقبل هدف على مستوى التغطية في مباراة كاس وأنت متعادل، ثم أيضا بثلاثة لاعبين فقط، مع اعتبار أنه النادي النصر يملك لاعبين جيدين على مستوى السرعة على مستوى التحولات، تصبح النتيجة تقريبا 2-1 يعني في على مستوى قبول أهداف صعب جدا أنك تقبل هدف بطريقة هذه. نعم كابتن عايض، هذا الشوط 3-1 يعني ممكن نقول أن المباراة خلاص اتجهت، ولا ممكن الشباب عنده ردة فعل مع دخول بنيجي؟ صعبة، صار صعبة، الشباب أصلا ما يسجل أهداف كثير، لذلك 3-1 صارت صعبة، ولكن الشباب عموما بدأ المباراة بشكل جيد،
بالغ في الهجوم، بالغ حتى لما الكرة تكون مع النصر كان عامل ضغط عالي جدا. هذه المبالغة اللي أتي ممكن كلفت الشباب كثير. جت فرص ممكن أضاعها يعني. النصر رغم أنه 3-1، رغم أنه 3-1 لكن أنا أعتقد مش واحد من أفضل أشواط النصر على الأقل. يعني ما أريد أستخدم تعبير ثاني، ولكن لما تقارنها أشواط كثير النصر يفترض بالإمكانيات اللي ملكها أن يكون أفضل. السبب أعتقد غياب بروزوفيتش وتافيو وفوفانا، رغم ان فوفانا سجل وان بروزفيت صنع، لكن المطلوب منهم اكثر على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الدفاع، لكن حتى الحلول ما كانوا يعطون حلول للمدافعين لما الكره تكون معاهم. اجمل ما قدم بروزوفيتش في الهدف الثالث عمليه الضغط، افتك الكره ولعب الكره ثم لعبها مره ثانيه الصناعه، مش الصناعه، الافتكاك اللي عمله الهدف الثالث. المباراه تسير بالشوط الثاني لاي اتجاه؟ يعني لا شك اول 10 دقائق راح تحدد اذا ما سجل الشباب هدف، ولكن انا اعتقد في المجمل وهذا الشيء حتى قبل المباراه متوقع المباراه رايحه للنصر بشكل كبير. نعم الشباب حصل على فرص، هو قادر على انه يحصل على فرص اكثر في شوط ثاني ولا ممكن اصبحت الامور صعبه؟ لما كان بامكانه انه في الفتره اللي مر بفتره الفراغ اللي مر بها نادي النصر، نادي النصر ما عملش شوط كبير حتى خاصه على مستوى الشراسه والانضباط والاندفاع، لكن النادي الشباب ضيع الفرصه انه كان ممكن انه يكون سباق على مستوى النتيجه، لكن انه يقبل هدفين بعد ما يسجل هدف صعب جدا وتصبح الامور معقده، ممكن انه يقبل اهداف اخرى. شكرا كابتن عادل السليم، ايضا شكرا كابتن عايض مبخوت. هذا ما حدث خلال مجريات الشوط الاول بتقدم النصر على الشباب بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. هنالك المزيد من المتعه في مجريات الشوط الثاني بصوت الزميل العزيز والمعلق الكبير علي سعيد الكعبي وايضا المعلق الكبير رؤوف خليف بعد فاصل قصير. التالية على SSC Extra 2 يسبقها الأستوديو التحليلي. المفضل وتابع مباريات فريقك على كيفك، وخلي معاك آخر الأرقام مع ميزة الإحصائيات المباشرة. لا وتابع مجموعة مختارة من المباريات الآن. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم عودة مرة أخرى إلى ملعب الشباب، عودة مرة أخرى إلى الرياض الجميلة، وعودة مرة أخرى إلى ديربي آخر من دربيات الرياض المثيرة ولم يخيب إطلاقا توقعاتنا أمنياتنا طموحاتنا. شوط كان مثاليا بكل معنى الكلمة، ربما من جانب النصر أكثر يا كراسكو. النصر الذي أنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدفين، وحكم المباراة هنا السلفادوري السيد إيفان بارتون يطلب من لاعبي النصر عودة للشوط. الملفت للنظر بأن الشباب المتأخر في النتيجة كان هو المبادر بالمناسبة للعودة للشوط الثاني، وفي ذلك ربما المدرب ما تكلم كثير فيما بين الشوطين لأن بعض المباريات
يعني هي الحديث ياتي باقدام اللاعبين يا كارلوس جونيور اكثر من طبعا من حديث المدربين. هذا ما حدث، عاد سريعا جدا فريق نادي الشباب الذي اذكر انه خاض الشوط الاول بكيم بفواز صقور بسانتوس رومان سايس حمد اليامي كارلوس جونيور ماجد كامبا اضافه الى فهد المولد حسين القحطاني ويانيك كراسكو والشاب الصغير عبد الله هادي رديف الذي حضر في الشوط الأول في مباراة اليوم. في جانب النصر نواف العقيدي، سلطان الغنام، لابورت، علي لاجامي، أيمن يحيى. الآن نشاهد عودة النصر، ابتسامة كبيرة على محيا أوتافيو طبعا، هنالك عبد الرحمن غريب، هنالك أوتافيو، بروزوفيتش، سيكو، فوفانا إضافة إلى ساديو ماني، ولدينا أخيرا وليس آخرا رونالدو الكبير بكل معنى الكلمة. طبعا يدخل لاعبو الفريقين وفي حديث طبعا أنا هذا ما سمعته بأن رونالدو أول من يأتي للنادي قبل الكل بساعات وآخر من يغادر. هذا الشغف كله، هذا الشغف كله. خلونا نتكلم شوي عن هذا الكبير جدا الذي ربما لا شك في ذلك. يعني باختصار رونالدو التاريخ أصبح جاري، هكذا يقول، التاريخ أصبح جاري الذي رافقني في كل مراحل حياتي. نعم التاريخ أصبح جاري الذي شكرا شكرا هذه لي أنا. نعم التاريخ أصبح جاري الذي رافقني في كل مراحل حياتي. هذا الرجل عندما جاء للمملكة العربية السعودية وبالمبلغ الخيالي جدا، كان الاعتقاد أنه جاء في نزهة وأنه جاء لأن يستمتع وأنه جاء لأن يقوم ببعض المشاريع، لكن شغف لا يتوقف إطلاقا. نشاهد مثلا أعلى ومن يتدرب ويقدم مثالا للاعب كرة القدم كيف تمارس هذه اللعبة على أفضل مسميات الاحتراف. الشوط الثاني ينطلق، عزيزي المشاهد المتابع، لإس إس سي يبدأ شبابيا عن طريق كراسكو الذي يأتي بكرة لماجد كامبا في الكرة الماضية. خطأ، كان يطالب بخطأ كراسكو لكن الكرة فقدت الآن وعادت لفريق نادي النصر في هذا المكان. محاولة أمام ياغو سانتوس، برتغالي على برازيلي، يتكلمون نفس اللغة بالمناسبة، لكن من فوفانا. طبعا النصر عنده أفضلية الهدفين، فارق الهدفين 3-1 لا شك ستجعل النصر في وضعية مريحة جدا، بينما على الشباب والشباب مطالب بعمل أكبر أكبر أكبر. مرور جميل من سلطان الغنام، الكرة الماضية، استقبال جميل من جانب بالاجامي عن طريق فوفانا للخلف عن طريق لابورت بالقدم اليسرى في محاولة قائمة الآن عن طريق أيمن يحيى. ما في تبديلات طبعا، وعادة الفريق الفائز لا يبدل، لكن طبعا ما بين النصر الذي بجانب البطولة المحلية دوري روشن، كأس الملك، أيضا البطولة الأسيوية، ممكن إذا سجل هدف رابع عملية إعطاء الفرص الإراحة تدوير، هذه واردة بالمناسبة بالنسبة لكل المدربين. حتى الآن الرجل البرتغالي لويس كاسترو في الطريق للفوز 24 في مباراة رقم 32، وبالمناسبة كاسترو مباراة الأولى مدربا للنصر كانت أمام الشباب في طبعا البطولة العربية، مباراة كانت 0-0 بداية الموسم، لكن كانت أول مباراة رسمية للويس كاسترو. اليوم يصل إلى المباراة رقم 32 بالتمام والكمال، وحتى الآن يملك الفوز رقم 24. هذه انطلاقة عن طريق أيمن يحيى، والله مهمة التالي صعبة يا أيمن يحيى. نعم لأنك اليوم تقدم مباراة ممتازة بالنسبة لأيمن يحيى، بينما بروزوفيتش مارسيلو بانتظار طبعا آخر المتأهلين بعد هذه المباراة، إما أن يكون الفيصلي أو الاتحاد. مباراة إن شاء الله تعالى يوم 19 من هذا الشهر، من شهر ديسمبر. كل التوفيق مرة أخرى لممثل المملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم للأندية الإتي، رفاق كريم بنزيما وحمد الله والبقية الباقية. غدا البداية أمام أوكلاند، هذه محاولة من جانب مارسيلو، ما في استعجال في جانب النصر إطلاقا، بينما علي لاجامي عند الكرة الآن
لاعب الذي يتذكر الكل أنه كان فتحاوياً وجاء قبل 3 سنوات من الفتح، ولكنه بدأ في الفريق الذي فاجأ الكل ووصل إلى الدور نصف النهائي، إنه نادي الخليج. هذا هو علي لاجامي، بينما هذا أوتافيو لاعب حاضر لا شك في ذلك. وعندك أوتافيو، عندك رونالدو، عندك ساديو ماني، هذا الثلاثي حتى الآن يقدم مباراة كبيرة، بينما انطلاقة للاعب أيضا يقدم مباراة كبيرة عبد الرحمن غريب. حاول كريستيانو في الكرات الماضية أطول منه، انعاد الشباب، انعاد الليث في اللحظات القادمة، فإن مسألة بعد ذلك طبعا أمام متسع طويل من الوقت يا فهد المولد. محاولة قائمة الآن، كرة تعود للخلف ولصالح لابورت. ناصر الشمراني ربما مع القائمة الطويلة طبعا، مع سعيد العويران، مع فؤاد أنور، مع فهد المهلل، مع خالد الشنيف، مع قائمة طويلة جدا، مع سالم السرور، مع القائمة الطويلة جدا أيضا هنالك ناصر الشمراني، واحد من أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم السعودية، ارتدى شعار الشباب، بل إنه كان هدافا لدوري روشن للمحترفين في أول عامين، وكان هدافا بعد ذلك في أيضا عندما انتقل من الشباب للهلال، وكان هداف للدوري في 3 مناسبات. هذه خطيرة، هذه بالخطأ هنا في هذا المكان، قد يعود الشباب، قد يعود الشباب من كارلوس جونيور خارج الملعب، خارج الملعب، الكرة الماضية من كارلوس جونيور. هذه المحاولة، هنا أخطأ النصر، وهنا جاء فهد المولد بالكرة الماضية، وكارلوس جونيور لعب ملعب في البرازيل في نادي كبير، لا في فلامينغو ولا في فلومينينسي ولا في فاسكو دي جاما ولا في سانتوس الذي هبط بعد أكثر من 100 عام. يا إلهي، هبوط مدوي للفريق الذي قدم بيليه وقدم نيمار لكرة القدم. نعم، هبط للدرجة الثانية. كارلو جونيور كان يلعب في نادي سانتا كلارا، بينما هذه انطلاقه من جانب كراسكو، تعود الان الى كريستيانو رونالدو. كما ذكرت ما سجل في الكاس، هذه مباراة الرابعه بقميص الفريق العالمي. عند الكره الان محاوله التسديده، التسديده قويه ولكنها بعيده من كريستيانو. كما ذكرت اذكر بارقامه في الكؤوس المحليه، 94 مباراه اليوم 95 مباراه، 51 هدف، صنع 11 فرصة، سجل 46 هدف من داخل المنطقة، 5 من خارجها، 29 بقدم اليمنى، 14 بالقدم اليسرى، و8 أيضا كرات سجلها بالرأس، وسجل في الشوط الأول 22، بينما يسجل أكثر كريستيانو في الكؤوس في الشوط الثاني، سجل 29. وأذكر بالرقم الذي يحتفظ به 11 لقب على مستوى الكؤوس المحلية، هذا الرجل إيغور أبيسكان، وكأنه يقول لنفسه الآن ماذا عساي أن أقدم فريقي، يقدم مباراة كبيرة لكنني أواجه اليوم أمام النصر الذي لديه رغبة جارفة جدا. هذه انطلاقة، كرة من جانب كراسكو، ولدينا كرة إلى ضربة مرمى، كرة إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية، في لاعب نصراوي طايح في أرض الملعب، الحديث عن أيمن يحيى، لكن كراسكو عمل جيد بعد ذلك خارج الملعب في الكرة الماضية، خارج الملعب، والجمهور الحاضر هنا المستمتع هنا، ما شاهدنا التبديل الأول، ولدينا لاعب أيمن يحيى طبعا الذي أصيب هنا بعد الاشتراك مع كراسكو، يعني كراسكو لعب أتلتيكو مدريد طبعا مع مدرب كبير جدا اسمه دييغو سيميوني، كانت عنده تجربة في الصين مع نادي داليان، لكن أيمن يحيى لا زال يتألم، ولا زال النصراوي حتى الآن. نعم، سعيد، شوف النصراوي يأخذون اللي يبونه، كل هالعالم وكونه، إلا النصر، إلا النصر يتركونه، يأخذون اللي يبونه، كل هالعالم وكونه، إلا النصر يتركونه. طبعا هكذا يتحدث المحبين بالنسبة لهذا الفريق، لهذا الشعار، في يوم لا شك أنه آخر جميل في كرة القدم
السعودية. الحديث هنا ما بين المدرب، طبعا هم يتفرجون على المونيتور على الشاشة الصغيرة، عندهم آيباد جميل أيضا يتابعون من خلال المباراة. أيمن يحيى أيضا حكم مباراة يطلب منه الخروج والعلاج خارج الملعب وبعد ذلك العودة، ولدينا التركيز الكبير المعتاد بهدف نظيف إذا ما كنت غلطان أيضا في التسعينات، لكن انطلاقة للأمام موجود هنا أيضا كراسكو. حتى الآن لم نشاهد إيفر بانيكا في مباراة اليوم، بينما انطلاقة بجانب كراسكو عند الكرة، كرة باتجاه حسين القحطاني، هذا لاعب خط الوسط ماجد كمبا، بينما لدينا محاولة من حمد اليامي، يأتي بكرة عالية إبعاد في الكرة الماضية وتعود للشباب. الشباب عنده محاولات من القحطاني حسين في هذا المكان، حمد اليامي، حسين القحطاني اللاعب الذي حتى الآن لم يجدد مع الشباب، وكرة جميلة كراسكو، مرور خطير هذا اللاعب، لكن أيضا لابورت الإسباني أمام البلجيكي أبعد الكرة الماضية، حولها إلى ضربة ركنية لاعب، والشباب إلى ضربة ركنية عن طريق كراسكو. 3-1 لا زالت منذ الشوط الأول، لكن ضربة ركنية سجلوا من ضربة ركنية خطيرة الكرة الماضية، نعم إلى رمية تماس الآن، عمل كبير من جانب الشباب، هذه الرغبة الكبيرة جدا من جانب الليث في الشوط الثاني عند حسين القحطاني الآن، بينما السنوات أطول من ذلك بكثير يا نصراوي، 1990 كانت بطولة السادسة والأخيرة، النصر بالمناسبة عنده 8 أيضا مباريات نهائية وصيفا 14 مرة وصل وحضر فارس نجد في المباراة النهائية، توج في 6 وخسر اللقب في 8 مناسبات. هذه محاولة نصراوي يقول هذا الموسم غير، هذه انطلاقة الآن، هذه محاولة من جانب كارلوس جونيور لكن يفقدها أمام علي اللاجامي، بذكاء يكسب رامي تماس، والمباراة ممكن نشوف بانيكا، لكن النصراوية طربانين فرحانين سعداء، فريقهم حتى الآن متأهل وينضم إلى قافلة المتأهلين في الدور نصف. الله على تغيير الكرة، الله على النظرة، وصلت إلى هذا الشاب الممتاز الرشيق الذي يملك كرة الآن، عبد الرحمن غريب، بينما أوتافيو عبد الرحمن غريب، شوف أجمل وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم ربما عبر التاريخ، قصار القامة، نعم الطول هيبة لا شك في ذلك، لكن أيضا مارادونا اللي سواه بكرة القدم وبكرة التنس وبالبرتغالة شيء لا يمكن أن ينسى في تاريخ كرة القدم، كما فعل أيضا ليونيل ميسي بعد ذلك، لكن أصحاب القدم اليسرى قالها مينوتي تحترم المشاهد تحترم الآن، ورونالدو يأتي بكرة جميلة للأمام لكنها طالت 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 وتحولت إلى خارج الملعب. الشباب قلتها سابقا وأكررها الليلة بدافع الحب، يشهد الله عن ذلك، نعم قلتها سابقا وأكررها الليلة، ليس هناك أقصى من مجد تستعيد ذاكرته وأنت بعيد عن الآخرين. هذه محاولة في هذا المكان كراسكو الآن، كراسكو يملك كرة أمام لاعب النصر بالفعل اللي هو لاجامي، لازال يملك الكرة البلجيكي، تأخر بعض الشيء لذلك جاءت المساندة من بروزوفيتش. رامي تماس، كرة تلعب عالية من حسين القحطاني، وصلت لرونالدو، لعبد الرحمن غريب، أوتافيو جميلة في هذا المكان، بروزوفيتش من المرات القليلة التي نشاهد فيها الكرواتي للأمام متقدما، وطبعا لاعب ارتكاز ولاحظ عودة سريعة جدا بعد ذلك البلجيكي أمام الكرواتي، والصافرة السلفادورية من السلفادور. كرة القدم في بلادك يا سيد بارتون ليست يعني بنتائج كبيرة جدا، هذه محاولة وكرة إلى ضربة ركنية، لدينا هنا أيمن يحيى، وعندك 59 دقيقة من عمر الشوط الثاني، ونحن في ملعب جميل
في الرياض الجميلة في أمسية أخرى من أماسي وأمسيات كرة القدم السعودية الجميلة بالفعل. بينما كراسكو يبدو بأن إبر بانيجا كما سمعنا أنه يعيش ربما فترة الأخيرة، ودليل على ذلك أنه لم يبدأ مباراة اليوم. النجم الذي خاض 116 مباراة منذ أكتوبر 2020، ثلاث سنوات كاملة 116 مباراة للكبير إبر بانيجا قائدا للشباب في جل هذه المباريات، لكنه اليوم لا يبدأ مباراة كبيرة هنا أمام الكبير نادي النصر. كرة تلعب بهذه الصورة، تبعث تصل إلى مانيه، لكن موجود أيضا حسين القحطاني، عمل كبير يقوم به هذا اللاعب إلى سانتوس. إيه ياغو سانتوس العرضية في الكرة الماضية، لكن موجود لجامي فوفانا. الله 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 الله، عندك رونالدو. إيه نعم عندك رونالدو في المكان السليم، وبالتالي نعم ينتظر الكرة إلى عبد الرحمن غريب. مرة أخرى يفكر فيه زميل ويأتي بكرة لساديو ماني وعند حارس المرمى، لكن التسلل موجود. بالمناسبة في هذا اليوم أتحدث عن 11 ديسمبر تقابلوا مرتين 1990 في الدوري، النصر فاز على الشباب 3-1 في 11 ديسمبر في هذا اليوم. وفي هذا اليوم 2006 تقابلوا أيضا في الدوري، فاز الشباب 3-1، وبالتالي هذه ثالث مباراة يتقابلون فيها في يوم 11 ديسمبر في هذا اليوم وفي هذا الشهر الآن. لكن شوف الصدفة، كل الصدفة، 3-1 للنصر في 11 ديسمبر 1990، 3-1 للشباب في 11 ديسمبر 2006، والآن 3-1. ما أدري إذا تستمر 3-1، لكن تكون ظاهرة إذا استمرت 3-1 في 11 ديسمبر كذلك. هذه محاولة من ماجد كامبا خارج أرضية الملعب. نعم، قبل شوي كنت أتكلم عن إبر بانيجا الذي يلعب الكرة كأرجنتيني، يسددها كألماني، يسترجعها كإيطالي. الله الله الله، وقد جمع الأمجاد من كل الأطراف. يلعب الكرة كأرجنتيني، يسترجعها كإيطالي، يسددها كألماني. طبعا هكذا قالت أس الصحيفة، أو ماركا الصحيفة الإسبانية، أو المجلة الإسبانية، الصحيفة الإسبانية عفوا، ذائعة الصيت. لدينا خطأ، لدينا مباراة لا زالت في أرض الملعب. هل فاز النصر؟ لا. هل خسر الشباب؟ لا. لا زالت الأمور في الملعب، لكن نعم هناك أفضلية للنصر لأنه متقدم في النتيجة، وإنذار على رومان سايس اللاعب القادم من السد القطري كما يعلم الجميع. وسلامات لفوفانا، سلامات لفوفانا. هذا رومان سايس بتجربة غنية جدا طبعا في السد، في بشكتاش التركي، في ويلفرهامبتون في إنجلترا، كان حاضرا في أونجيه الفرنسي لو حابر كذلك، أيضا أحد الأندية التي ارتدى شعارها في البدايات الأولى. أتكلم عن رومان سايس اللاعب الذي يأتي الآن في سن 33 سنة، بينما النصراوية هنا المشهد الجميل في أمسية جميلة لا شك في ذلك. عند الدقيقة 63 الشوط الثاني بدون أهداف، لكن بعمل جيد بالمناسبة، ولدينا تبديل ربما قادم. نعم، هل يكون؟ اي نعم، إيفر بانيجا. إيفر وليس مصاب طبعا، إيفر بانيجا. مباراة رقم 117 بالمناسبة بقميص الليث، سجل 25 هدف بقميص الشباب عندما يلعب، نسبة الفوز 51%، غاب في 16 مباراة، وعندما يغيب فإن النسبة لا تقل. بالمناسبة لفوز الشباب، فإن نسبة الشباب في حالة غيابه تصل إلى 50%، بينما عندما يحضر في أرض الملعب تكون نسبة الفوز 51%. هذه انطلاقة، هذا هو ساديو ماني. محاولة مع حسين القحطاني، الكرة الماضية تعود إلى إبر بانيجا. بانيجا المرور الأول، بعد ذلك يفقدها، تعود للنصر عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، وصلت إلى كريستيانو رونالدو في الكرة الماضية. هذه محاولة مشتركة، ولدينا صافرة، ولدينا خطأ،
ولدينا أجواء مثيرة جدا في المدرجات. شوف كرة القدم أجمل عالم بالإمكان أن يجمع كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع، الغني، الفقير، الشيخ، الإنسان العادي البسيط جدا جدا جدا، يجمعهم ملعب في كرة القدم، يتنفسون كرة القدم، يعيشون كرة القدم. يس، وتصنع يومهم كرة القدم. هذا ما يحدث عندما يلتقي العاشقون في أرض الملعب، عاشقوا كرة القدم، عاشقوا شعارات أنديتهم ومنتخباتهم. هذه محاولة كانت عن طريق اللاعب محمد اليامي، بينما لدينا محاولة هنا عن طريق هذا البلجيكي الذي يريد أن يعوض إخفاقه في ضربة الجزاء، بينما يبعاد في الكرة الماضية من جانب اللاعب لابورت. النصر يسترجعها والنصر يفكر في قتل المباراة بهدف رابع، كرة باتجاه الدون لكن طالت ووصلت عنطة إلى اللاعب البرازيلي ياغو سانتوس. لاعب طبعا كان يلعب في المملكة مع نادي التعاون، لعب في عمر 31 سنة، بينما رومان سايس عند الكرة الآن. هذه كرة تلعب، نواف العقيدي يترك أرض، يترك مكانه، ما يترك أرض الملعب، لا يترك مكانه ويخرج خارج المنطقة ويأتي بكرة. ما أجمل المشهد، وهذا الرجل لا شك في ذلك هو. ومباراة مباراة 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 مباراة، قال النصر كلمة حتى الآن، وربما هناك بعض الكلمات التي لم تقال. يا شباب، يا ليث، يا ليث، شباب في فترة من الفترات، الله فريق، الله لا يحطك في ضريجة، الله لا يحطك فيه، أنت فريق تلعب ضد الشباب، لأن الكل راح يسجل في ضربك. يعني نتكلم عن شباب مرعب بكل معنى الكلمة طبعا، إذا ما كنت غلطان. الله على الكرة الماضية عند حارس المرمى، أيضا عند حارس المرمى نواف العقيدي. تستمر الأمور، شوط بلا أهداف، لكن المتعة لم تغب إطلاقا. نعم غابت الأهداف في الشوط الثاني، لكن من قال أن متعة كرة القدم غابت إطلاقا إطلاقا؟ سرعة وأرسلها من رمي التماس، وكأنه يريد أن أيضا أن يسجل فريق الهدف الرابع في مباراة اليوم. هذه كرة لرومان سايس، إيفر بانيجا، أو عفوا حسين القحطاني، ليانيك حمد اليامي أمام سلطان الغنام، 2-2. نعم الرقم 2 سلطان الغنام، يهي مستويات ثابتة رائعة لا شك، نادرا ما تشاهد سلطان الغنام في مستوى أقل من المنتظر إطلاقا. ظهير أيمن يرفع الرأس، كرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية، هذا نواف العقيدي، هذه محاولة من ضربة ركنية. طبعا نواف العقيدي لا شك انه حارس مرمى، قبل ذلك كان في التعاون، قبل ذلك في الوحدة والفيصلي والشباب، و يعني كانت عنده تجربة مع الشباب، بالتالي احد المحطات اللي نواف العقيدي ايضا خاضها كانت في نادي الشباب. هذه كرة طالت على كراسكو، تترك من لاجاني، مباراة كبيرة بالمناسبة من جانب لاجاني في مباراة اليوم أمام البلجيكي. الشباب ماذا معي؟ لو كان ينفع ما معي، كل الذي في الكف ليس بمقنع، الباب مكسور ونافذتي ذوت، قل للرياح العابثات تمتعي، قل للرياح العابثات تمتعي، هذا حال الشباب هذه الأيام، قل للرياح العابثات تمتعي. كرة تعاد لسلطان الغنام، والنصر غانم اليوم، النصر غانم، غانم على مستوى النتيجة، غانم على مستوى الأداء، لكن الكرة يفقدها الآن وتصل لكارلوس جونيور في الكرة الماضية، سددها، سددت، وصلت، عادت من بانيجا، أيضا تعود مرة أخرى لفواز سكور، هذا فهد المولد،
هذا حسين القحطاني، هذه كرة جميلة للسكور في الكرة الماضية، لكن مرتدة عن طريق لاعب قصير مكير خطير خطير خطير، هنا يعطل وانذار على حسين القحطاني. نعم سقط ارضا حسين القحطاني، طبعا لاعب الهلال سابقا ولاعب ايضا كان حاضرا في الفيصلي هذا العام الثالث على التوالي، لكن الانذار مستحق يا حسين، الانذار مستحق نعم على حسين القحطاني، لاعب بمجهود كبير اموره حتى الان ما اكتملت على مستوى توقيع العقد الجديد وسلامات ان شاء الله تعالى. ولدينا مباراة أنا يعني حتى هذه اللحظة 70 دقيقة متبقى 20 دقيقة بالتمام والكمال، وسلامات لجونيور كارلوس لاعب سانتا كلارا في منذ 3 سنوات لعب في نادي الشباب، والشباب أيضا قدم لنا أسماء كبيرة لا شك في ذلك على مستوى اللعيبة الأجانب، لكن يستحق الشباب أفضل مما يحدث له الآن، وربما القادم القريب ليس القادم البعيد. شوف هذا وليد عبد الله، هذا الشبابي اللي على يدك اليمين 37 سنة عاش أيام جميلة مع الليث ويعيش أياما أيضا أجمل مع النصر، أتحدث عن حارس مرمى كبير كارلوس جونيور، تبدو الإصابة مؤثرة ولدينا تبديل، وهتان باهبري، هتان باهبري اللاعب الموهوب الذي إن كان في يومه فإنه يعطي الإضافة لا شك في ذلك، هتان باهبري كبير جدا. بالمناسبة النصر يؤدي مباراة ذكية في الشوط الثاني، يعلم بأن نوايا الشباب في التقدم وبأنه من خلال مرتدة بالإمكان أن يقتل المباراة تماما. هذا ساديو ماني، تذكرون طبعا قصته مع في يوم ما كان في ليفربول يوم أن صور وما كان يرغب في ذلك، أعزكم الله كان يعني كان ينظف حمام المسجد. يا الله يا هي لقطة يا هي لقطة، يقول هذا واجبي كمسلم، هذا واجبي كمسلم، رجل الذي لديه كثير من أعمال الخير، لكن انطلاقة عبد الرحمن غريب في الكرة الماضية، محاولة مستمرة تعود للشباب الآن في الجهة اليمنى عن طريق سكور، لكن حسين القحطاني هذه محاولة هنا في الجهة الحاضر فيها حمد اليامي لاعب القادسية، لكن هو لاعب الهلال بمناسبة معار من الهلال، أتحدث عن حمد اليامي، وكنت أتمنى شخصيا أن نشاهد في هذه المباراة لاعب غاب طويلا عن الشباب، إنه متعب الحربي الذي أرى بأنه ربما يكون أفضل ظهير في كرة القدم، أفضل ظهير أيسر في كرة القدم السعودية لو تخلت عنه الإصابات. اي والله لعب تقريبا 3 شهور 12 مباراة ما لعب، 10 في الدوري ما لعب، مباراتين في كأس الملك ما لعب. هذه الكرة الماضية هنا عبد الرحمن غريب، هنا ضربة حرة مباشرة، ولدينا بالتالي كرة لصالح فريق نادي النصر، كرة لصالح النصر. هذا أوتافيو يكون في يومه لا شك في ذلك، يكون في يومه أوتافيو، يعطي الإضافة الكبيرة جدا. عندك أوتافيو، عندك رونالدو، عندك ماني احنا الثلاثة سكر نبات، احنا الثلاثة حاجة شربات كما كانت تقول شادية، طبعا أسطورة من الأساطير في تاريخ الغناء المصري الشادية، احنا الثلاثة سكر نبات، احنا الثلاثة حاجة شربات. كرة تلعب للأمام، شوط ثان، النصر يقترب عزيزي المشاهد، والشباب حتى الآن لم يرمي المنديل، والكرة يا سلام من بروزوفيتش في هذا المكان لماني، رونالدو خذوا هات، فكر الله 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 الله، سجل هدف الأول في كأس الملك
عينك عينك عين. الله 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 الله. طبعا كريستيانو الغير موجود ورونالدو بعيد المنال، إلا مع كريستيانو فهو قريب المنال. الهدف الرابع، النصر يقدم مباراة مثالية، كل ما فيها مثالي هذا المساء، ويسجل 4 أهداف في الدوري، فاز بالأربعة، 4 نظيفة، 4 لا شيء في كأس الملك. اي نعم اي نعم، اول هدف في المباراة الرابعة بكأس الملك الآن، ويريد ان يعيد النصر لكأس الملك بعد غياب طويل طويل جدا 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 منذ عام 1990، منذ 34 سنة بالتمام والكمال. أيعقل ذلك يا عالمي؟ أيعقل ذلك يا نصر؟ الآن الأمور 4-1 ومتبقي على المباراة ربع ساعة، الوقت بالمناسبة المتبقي طويل، وقت طويل متبقي في مباراة اليوم. هذه كرة تعود للخلف الآن من جانب بنواف العقيدي إلى فوفانا، مباراة كبيرة يقدمها هذا اللاعب بالفعل، ولدينا إصابة ولدينا خطأ في الكرات الماضية. نعم هذا اللاعب، ولاحظ هنا، لكن الصوت القادم من المدرجات لا شك الآن هو صوت النصراوية، والتبديلات القادمة تبديلات النصراوية. وأنا قلت إذا سجل هدف رابع بالإمكان انه يعطي فرص، يريح بعض اللعيبه في جانب الشباب. ايضا عندك هذا اللاعب الشاب الان يستعد لارض الدخول لارض الملعب، وطبعا هذه محاوله، كره عند نواف العقيدي تصل الان الى اوتافيو، ارسلها بلمسه واحده سلطان الغنام، نقل الكره للامام، يا سلام خذوا هات. لكن بعد ذلك رومان سايس، شوف التقدم الشباب الان الامام، ارسل كره مرت من الجميع ويتركها أيمن يحيى، ولكن تصل إلى رمي التماس. متعب الحربي أعتقد سيكون بديل متعب الحربي، هذا فهد المولد، هذا فهد عندما يكون في أفضل حالاته لا شك خطير. كرة تلعب وتبعد من جانب سلطان الغنام خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، رمي التماس لحمد اليامي. الشباب عنده كرة، لكن الأمور الآن صارت فرق 3 أهداف في مباراة اليوم عن طريق إيفر بانيجا. وين هذه؟ وين وين وين؟ بعيدة يا إيفر. يبدو بأن اللحظات الجميلة لا تكتمل، وكل لحظات الجمال سيأتي يوم سيفترق فيها المحبون. شوف الله الله الله، مصرين يبتكرون. نعم متعب الحربي معانا في الصورة، الشاب اللي كنت أتكلم عنه قبل شوي وأقول أنه لولا الإصابة يا متعب ربما واحد من أفضل من قدمت المملكة في الجهة اليسرى طبعا، وقدمت أساطير لا شك ذلك، قدمت محمد عبد الجواد، وقدمت حسين عبد الغني، وقدمت أسماء وأسماء عندما يتعلق في طبعا الجهة اليسرى في تاريخ كرة القدم السعودية. هذه محاولة في هذا المكان، ياسر الشهراني كذلك مع الهلال منذ سنوات طويلة. كرة لأيمن يحيى، 4-1 في المباراة الآن، أعتقد خارج الملعب. نعم نعم نعم، واعتقادي في مكان، اعتقادي في مكان، اعتقادي في مكان. نعم والتبديلات الآن هنا، نعم التبديلات هنا، وخروج لأوتافيو، خروج لأوتافيو، أوتافيو يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات. من يكون بديله؟ لاعب قدم مجهود كبير في مباراة اليوم، وهنا العرقلة من حسين القحطاني. هذا أوتافيو البرازيلي الأصل، برتغالي الجنسية، هو تدين له البرتغال في الوصول لكأس العالم في الدوحة يوم أن سجل في مرمى الأتراك الهدف الذي نقل البرتغال وأبعد الأتراك، بينما عبد الرحمن غريب قدم مباراة كبيرة هذا المساء. خالد الغنام المهاجم الشاب اللي عمره 22 سنة القادم من القادسية بالمناسبة، هذا الشاب الصغير يأخذ فرصة الآن. رونالدو 50 هدف، عاد لصدارة قائمة هدافي العالم عام 2023 بعد الهدف الذي سجله الآن 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 في مرمى الشباب. هذه كرة تلعب، وبالتالي نعم، وصار مثل هالاند، هالاند 50 هدف في
هذا العام كريستيانو رونالدو الذي لا يشيخ، الذي لا يكبر، الذي يتقدم به العمر، ولكنه يروضه بصورة راقية ويقول أن العمر كما يقولون دائما مجرد رقم في عالم الحياة. هذه كرة في هذا المكان، هذه محاولة كرة تصل إلى ساديو ماني عند الكرة، البحث عن هدف خامس في مباراة اليوم، تصل لكريستيانو رونالدو، سددها قوية واصطدت ووصلت عند حارس المرمى. التبديلات لا شك في ذلك. شوف فايز 4-1، بقي على المباراة 10 دقائق، يجري يركض. ما قال لك والله أنا عندي لعيبة، عندي لعيبة يعني. هذه محاولة، كرة تلعب الآن، وتبديل آخر. أشاهد هذا اللاعب، هذا الشاب أيضا في النصر، محمد قاسم. محمد قاسم اللي كان بالمناسبة مرشح أن يبدأ مباراة اليوم في طبعا في التشكيلة الأساسية كظهير أيسر، لكن فضل أيمن يحيى وكان في الموعد بالفعل. إلى كراسكو، كراسكو، صوت النصراوية هو العالي، صوت النصراوية هو السعيد الآن. 4-1، الدوري 4-0 في بطولة العرب 0-0، والآن 4-1، ولدينا محاولة من جانب إيفر بانيكا، عرضية، الله 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 على المدافع، على لابورت الإسباني القادم من المان سيتي، رمية تماس. نعم، قاسم، محمد قاسم النخلي، محمد قاسم النخلي سيكون مكان أيمن يحيى. أيمن يحيى لا يكون طالع زعلان، أنت فايز 4 يعني. إيه نعم، عندك رونالدو، عندك وكريستيانو، سيترك أرضية الملعب، وقد سجل أخيرا في كأس الملك، ويريد أن تكون الكأس المحلية 12 هذه المرة بقميص العالمي. 5 ألقاب كأس إنجلترا مع المان يونايتد، 4 ألقاب مع كبير العالم ريال مدريد، ولديه لقبين مع السيد العجوز اليوفنتوس التي عادت معه شبابا بالمناسبة، وبالتالي 11 لقب لهذا الكبير يترك أرضية الملعب بعد أن سجل في مباراة هذا المساء. هذا كراسكو، هذه اللعبة خذوا، حلوة 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 حلوة، ولكنها طالت في الكرة الماضية. أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، التفكير الآن في القادم، والقادم طبعا دوري روشن، والقادم كذلك دوري أبطال آسيا، ورونالدو الذي طبعا هنا كل من في الملح. صدها عاد صداقته مع عبد الله، مع وليد عبد الله، هذه حاجة سبيشال يعني بالنسبة، طبعا دائما يتكلمون. ولح أوتافيو رونالدو، ولو طلع معاهم ماني كان فعلا تكون في مكانها. احنا الثلاثة سكر نبات، احنا الثلاثة حاجة شربات فيما يتعلق طبعا. بينما لدينا صليهم، طبعا عبد المجيد صليهم سيكون لاعب وسط في مباراة اليوم بعدما اطمأن للنتيجة، التسديدات 8-1 في مباراة اليوم حتى الآن. محاولة مستمرة تعود الآن وتعود للنصر، كرة جميلة، محاولة لا زالت قائمة. حكم المباراة، وهنا طبعا هذه اللعبة المشتركة، وهنا طبعا لاعب فريق نادي النصر في الكرة الماضية اللي هو محمد مران، الشاب صغير محمد مران، 20 سنة بالمناسبة، لاعب القادم من نادي اسمه الأمجاد، طبعا تكون في الأمجاد ولكنه الآن يرتدي شعار الكبير جدا نادي النصر. كرة في هذا المكان، صارت الأمور صعبة جدا على الشباب، متأخر بفارق 3 أهداف إلى إيفر بانيكا، نقلها هنا فهد المولد، سددها، اصطدت في مدافع النصر لجامي، حولها إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية. الصليهم الآن سيدخل لأرض الملعب، الآن سنشاهد الصليهم في المباراة الآن. نعم، الصليهم، عبد المجيد الصليهم، التبديل، من هو اللاعب الذي عليه أن يترك أرضية الملعب؟ إنه بروزوفيتش، التمساح في مباراة تاريخية أمام طبعا برشلونة يوم أن وقف أمام لويس سواريز، وهذه كرة من تلعب من ضربة ركنية.
لكراسكو، مجهود كبير لكراسكو، تقريبا يعني ما خلى مكان في الملعب الا وزاره الا ووضع قدمه، ولكن ربما ضربه الجزاء لو سجلها وتقدم الشباب ربما مع هذا الرجل، مع بيسكان طبعا، ايغور بيسكان الكرواتي. لكن اليوم في النصر ما تعرف تمدح مين وتخلي مين، للامانه ما تعرف. و النصر 4-1، هل هو الفوز الاكبر في مباريات الدور ربع النهائي؟ شاهدنا فوز الهلال على شقيقة التعاون بثلاثية نظيفة، والآن نشاهد فوز الخليج على أبها بهدفين لهدف واحد. طبعا بانتظار أيضا مباراة الاتحاد والفيصلي إن شاء الله تعالى. لكن كرة من جانب سانتوس في وسط الملعب، هذا بانيجا لرومان سايس القائد، محاولة من إكراسكو، رومان سايس الماضية عادت الآن. بشكل جميل بالفعل النصر، حاول في الكرة الماضية أيضا ولكن فقدها اللي هو محمد مران، بينما كرة تذهب وتعود وتصل. يا سلام، خطيرة حلوة، فرصة فرصة، الله الله، فرصة سهلة كانت لحبيب ديالو. حبيب ديالو أول من سجل في هذا الملعب الجديد، حبيب ديالو أمام الطائي. هو البديل، هو البديل، هو البديل كاد، لكن أعتقد التسلل موجود، أعتقد التسلل موجود، نعم التسلل موجود. والنصراوية الآن بدأوا يحتفلون ببلوغهم الدور نصف النهائي. لا إذا عليك أن لا تأمن النتائج في عالم كرة القدم، ولا زالت الأمور في الملعب طبعا بانتظار وقت محتسب بدل ضايع. هذه الكرة كانت ولا زالت إلى الصليهم، عبد المجيد في الجهة الموجود فيها ظهير الرائع جدا سلطان الغنام، نعم الغنام مرة أخرى، لاعب الفيصلي طبعا قبل ذلك تذكرون ذلك جيدا، وقد لعب مباراة تاريخية بهذه المسابقة، وإذا لم أكن مخطئا فقد توج مع الفيصلي أمام نعم قبل تقريبا 4 سنوات. أوتافيو وليد عبد الله الصديق الكبير لكريستيانو وايضا رونالدو طبعا، واللقطه واضحه والنصر عنده بالفعل حتى الان فوزا كبيرا مستحقا بالمناسبه، يعني في نهايه المطاف الفوز مستحق لا شك، لان الفريق الذي عمل اكثر واجتهد اكثر وكانت له الكلمه الاكبر هو نادي النصر في مباراه اليوم. هيا محمد قاسم، بينما يرى الرجل بان تكون نتائج مذهله. كرة خطيرة، واه كان ممكن يسجل في مرمى والله اللي هو طبعا لابورت، لكن ديالو حبيب ديالو، شوف هذه الكرة، هذه الكرة وثقة كبيرة فيها من جانب ايضا لابورت. كريستيانو رونالدو ومشجع الشباب، وبك انتهي وككل عام يبتدي لا ابتدي، انا هكذا في النصف، جرح ثابت، دمع على امسي وخوف من غدي، دمع على امسي وخوف من غدي. لكن النصر في مباراه اليوم لا شك تعامل مع المباراه كما خطط لها ووصل الى فوز مستحق في نهايه المطاف، طالت على ساديو ماني، اي ممكن ياخذ انذار عليها بالمناسبه، وهذا ان حدث فهذا انذار مجاني، انذار مجاني، لان الكره اساسا انت متقدم بالاربعه، مباراه رايحه للامتار الاخيره، لكن الكره تلعب تعود في وسط الملعب عن طريق هذا اللاعب اللي معانا في الصوره النصراوي عبد الله الخيبري، ايضا احد ابناء الشباب السابقين عبد الله الخيبري. وما اكثر التبديلات في الشوط الثاني في مباراه اليوم، تبديلات كثيره جدا طبعا، جلها من جانب الشباب بهدف العوده للمباراه، وجلها من جانب النصراويه، خطيره فرصه وهدف، هدف هدف للشباب، الشباب من هجان بهبري. تاخرت كثير يا هجان، تاخرت كثير يا شباب في العوده،
لكن اللعبة جميلة من كراسكو. كراسكو سددها نواف العقيدي في الكرة المامية. وحدان بهبري المتابعة المتابعة المتابعة. شوف حكا هذه الكرات لا تعاد بهذه الصورة يا نواف العقيدي. أهداها لهتان بهبري. مباراة الأهداف الستة، مباراة الأهداف الستة، أربعة للنصر، هدفين للشباب التسعين. ونلعب الآن عند الدقائق الست المحتسبة كوقت بدل ضايع. هتان تأخرت كثير يا هتان، تأخرت كثير يا شباب. ومرة أخرى النظرات على كريستيانو رونالدو. لدينا محاولة، كرة تلعب في هذا المكان، تنقل وتصل إلى ساديو ماني. مرور أول ناجح، ثاني ما كان ناجح، وصلت إلى إيفر بانيجا. هذا بانيجا للأمام لهتان بهبري. حلوة 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 حلوة. الله، لكن لا جامد لا جامد. مباراة بدون أخطاء، مباراة بدون أخطاء، مباراة مثالية لعلي اللاجاني. بينما كرة من جانب كراسكو، هذا بانيجا. لا يحق لأصحاب القميص رقم 10 أن يكونوا في مقاعد البدلاء يا بانيجا، هذا غير مقبول لهذا الرقم هيبته. أرقام في كرة القدم لا يجب إطلاقا لاعب بالقميص رقم 10 ويتواجد في مقاعد البدلاء، هذا لا يجوز. كرة باتجاه سليهم، شوط ثاني، الأمور قريبة لا شك. الدقيقة الثانية الآن ولدينا صافرة من السلفادوري، ولدينا مباراة تقريبا وصلت إلى خط النهاية. سعادة كبيرة عند النصراوية. الشبابية مرة ثانية يقولون هذا ما يحكم لنا، هذا ما يحكم لنا، حكم لنا مباراة الشباب. لكن كاسترو في مباراة رقم 32 يذهب للفوز 24، ولا زال مقاتلا، ولا زال مصرا، ولا زال حاضرا في كل البطولات. هو ثاني الدوري بعد شقيقة الهلال. هذه شقيقة الهلال سأقولها دائما دائما. هؤلاء من يصنعون ربيع كرة القدم السعودية. خلك من ما يحدث في المدرجات وفي وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقا إطلاقا. نحن الفرق قديمها جديدها كرة القدم في السعودية. لذلك دائما سأقول النصر والهلال الأشقاء، ودائما سأقول الاتحاد والأهلي الأشقاء. هم كذلك، أراد من أراد، رفض من رفض، هذه الحقيقة. كرة القدم في المملكة دائما وأبدا تعرف بهذه الفرق الكبيرة، وعبر التاريخ طبعا، عبر التاريخ لهذه الفرق الكبيرة فضل كبير على ما وصلت له كرة القدم في الشقيقة المملكة العربية السعودية. هذه كرة في وسط الملعب الآن عن طريق الخيبري، هذا فوفانا. انتهت الأمور، نعم، نقترب من الدقيقة 4 ومتبقي بعد ذلك دقيقتين. مباراة كبيرة بالمناسبة لسلطان الغنام في هذا المكان الآن. محاولة تذهب وتعود، وعن طريق قبل فعل مرور صليهم يكسب ضربة ركنية، يكسب ضربة ركنية، ضربة ركنية أو ضربة مرمى. ولا زال رونالدو. التاريخ أصبح جاري الذي رافقني في كل مراحل حياتي. نعم، تاريخ 5 كرات ذهبية، 5 دوري أبطال، أفضل من سجل عبر التاريخ مع المنتخبات، أفضل من مثل منتخبات بلاد عبر التاريخ على مستوى أكثر من سجل في قائمة الأندية. أرقام مرعبة جدا، ومع ذلك يقول لا ما انتهيت، لا ما انتهيت. هذه محاولة خطيرة. الله الله، ماذا لو سجل فهد المولد في الكرة الماضية؟ تكون 4-3، يكون باقي دقيقة. لكن كرة جميلة من كراسكو، والله الله على النكشة، النكشة حلوة كانت من جانب فهد المولد، ذهبت لأن تكون بردا وسلاما على مرمى النصر. والنصر وجماهير الآن يستعدون مع كريستيانو رونالدو للاحتفال بالفوز على الشقيق نادي الشباب في قمة أوفت بكل الوعود، قمة أوفت بكل الوعود. هذه لعبة فهد المولد، نعم، خارج الملعب. مذهل في الرياضة السعودية، قادم المذهل. مجموعة الملاعب التي ستحتضن كأس آسيا وكأس العالم 34، كأس آسيا 27،
شيء من الرفاهية، شيء مشجع كرة القدم سيكون سعيدا بمتابعة المباراة والحضور في ملعب ممكن تحفة بكل ما فيه. هذه كرة محاولة لسلطان الغنام، واحد من أفضل لاعبي النصر في المباراة، وكرة تلعب باتجاه ساديو أماني، سريع 10 على 10 10 على 10، أخذها وتقدم واستمر ولازال. الله الله، حتى البدلاء في النصر يقولون كلمتهم، حتى البدلاء في النصر يقولون كلمتهم ويواصلون الإمتاع والإبداع. هذه الكرة المشتركة اللي فيها ساديو ماني تخطى إيفر بانيغا وجاء وأرسل الكرة للشاب محمد مران، كان بديلا وعندما دخل كان على موعد مع هدف خامس للنصر. اي نعم، هدف خامس للنصر. 5-2، قمة كبيرة، ورونالدو واقفا، والأمور تذهب الآن لا شك لأن تحسم. 5-2، هل انتهت؟ نلعب عند الدقيقة 97. سعداء نحن بمشاهدة ديربي من دربيات الرياض كبير آخر، وأن نشهد 7 أهداف كاملة، 5 للنصر وهدفين، وابتسامة كبيرة من جانب رونالدو. صافرة حكم المباراة السلفادوري بارتون جاءت الآن، أعلنت الآن وأنهت الآن هذه المباراة التي فيها النصر يتفوق على شقيقة الشباب في دور ربع النهائي من أغلى المسابقات، أغلى الكؤوس في كرة القدم السعودية، كأس الملك. الآن هذا الرجل بدأ الأهداف 7، بعد ذلك استمرت الأمور وتواصلت، ورونالدو سجل لأول مرة في طبعا الكأس هنا في المملكة هدفه الأول. يريد أن يعيد النصر كما ذكرت إلى بطولة غائبة منذ 34 سنة بالتمام والكمال. هل يفعلها مع لويس كاسترو، مع ساديو ماني، مع بقية الرفاق؟ حرلة كبيرة جدا للشباب، الذي أتمنى من كل قلبي كما يتمنى كل غيور على كرة القدم في المملكة خارج المملكة أن يعود الشباب ليثا مرة أخرى بأنياب بارزة، بقوة كبيرة، بمستويات متقدمة. مبروك للنصراوية مع كبيرهم كريستيانو رونالدو على المحبة، كنا معا أيها السيدات والسادة على المحبة. إيه طبعا كروات مع بعض يتذكرون الأيام الخوالي ويتحدثون عن البلد وعن الوطن، لكن الحديث في الاستوديوهات الآن مع الزميل العزيز عبد العزيز البكر وضيفيه الكريمين عادل السليمي النجم التونسي السابق والنجم الإماراتي السابق عايد مبخوت، سيكون حديثا مطولا الآن مع أبو بدر مع عبد العزيز البكر. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.